أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير، وتحية طيبة مباركة لكم جميعا إخوتي وأخواتي. اسمي وليد بليد، طالب دكتوراه في جامعة أوكلاهوما في أمريكا، وأعمل كـ Graduate Research Assistant في نفس الجامعة أيضا. أحببت اليوم أن أقدم لكم محاضرة موضوعها Do you think you can design an embedded system؟ هل تعتقد أن بإمكانك أن تقوم بتصميم نظام مدمج أو نظام مضمن؟ طبعا الهدف من هذه المحاضرة ليس تعليمكم تصميم النظام الأنظمة المدمجة، وإنما إعطاؤكم موجز وخطوط عريضة لموضوعات تصميم الأنظمة المدمجة بطريقة احترافية، وكيف يتم تصميم الأنظمة المدمجة ضمن معايير ومفاهيم وقيود في الشركات الحقيقية. موضوعات المحاضرة سوف تكون على الشكل التالي: سوف يكون لدينا مقدمة عن تطور الحوسبة وتطور مواد النصف ناقلة، ثم سنبدأ في موضوعات الأنظمة المدمجة والتعريف، القيود، الاعتبارات التصميمية، challenges ممكن تحصل، مفهوم الرابيد بروتوتايبينج، ما هي مراحل عملية التصميم، ثم نتكلم عن الأنظمة المدمجة الذكية، ثم ننتقل لنستعرض مثال حقيقي نظام مدمج ذكي، ونستعرض مراحل تصميم هذا النظام. هو عبارة عن الكواد كوبتر لشركة أمازون، سوف نرى ذلك بالتفصيل. ثم سنتكلم عن معايير انتقاء المعالجات والمتحكمات المصغرة، متى أحتاج إلى معالج 8 بت، متى أحتاج إلى معالج 32 بت، ما هي أفضل معالجات 8 بت، ما هي أفضل حلول معالجات 32 بت، ما هي الأدوات التي يمكن أن أستخدمها من أجل برمجة هذه المعالجات. ثم سنتكلم عن Future Engineering Trends، وهي عبارة عن التوجهات المستقبلية لهندسة النظم المدمجة بشكل خاص والهندسة بشكل عام. فلدينا مفهوم Internet of Things و Embedded Cyber Physical System، البيج داتا وإلى ما هنالك. كما قلت، ليس الهدف من هذه المحاضرة أو العرض أن نصبح نخرج من هذا العالم محترفين في مجال الأنظمة المدمجة، وإنما تتعرف إلى الأساسيات والمعلومات الضرورية لتصميم نظام مدمج، وكيف يمكن أن تختار الأدوات والحلول التكنولوجية، وكيف يمكن أن تبني نظام مدمج. تأخذ هذه الخطوط العريضة وتبدأ بتطوير خبرتك شيئا فشيئا. الآن طبعا لا يوجد شيء بدأ كامل، وإنما كل شيء بدأ من بداية معينة. ففي بداية بحدود الخمسينات ظهرت الصمامات المفرغة كما تعرفون، vacuum tubes، وأول ما استخدمت في التلفاز والراديو وإلى ما هنالك. طبعا كان حجم هذه الصمامات كبير نسبيا، وكان العمر الافتراضي لهذه الصمامات قصير جدا، حتى وصلت إلى بحدود أوائل الستينات، فظهر أول نظام حاسوبي، وكان هذا النظام عبارة عن بحجم مبنى، وكان هناك طاقم كبير لإدارة هذا النظام. ثم في أواخر الستينات بدأت تظهر الدارات المتكاملة، بأوائل السبعينات وظهر قانون مور وإلى ما هنالك. ثم في الجيل الخامس في عام 2000 بدأت تظهر الأجهزة الحاسوبية المدمجة، وتظهر بروتوكولات الاتصال وإلى ما هنالك. وفي عام 2010 وما بعد بدأت تظهر أجيال جديدة من التكنولوجيا في مجال الأنظمة المدمجة، فظهر الإنترنت أوف ثينكس، وظهرت بروتوكولات اتصال جديدة، وظهر وبدأ العمل على أبحاث الجيل الخامس من اتصالات الموبايل وإلى ما هنالك. سوف نتحدث عن هذه بالتدريج. بشكل عام، المواد النصف ناقلة، تكنولوجيا المواد النصف ناقلة، تنقسم حسب هذه الشجرة إلى التالي. أولا لدينا الدارات المتكاملة العادية، وهي عبارة عن البوابات المنطقية وإلى ما هنالك، تسمى بليولوجيك ايزيز. ثم تنقسم إلى قسمين، المجالات الأخرى جنرال بيربسز و سبيشال بيربسز، الدارات المتكاملة ذات الوظائف الخاصة والدارات المتكاملة ذات الوظائف العامة. الدارات المتكاملة ذات الوظائف العامة الجنرال بيربسز يمكن أن تكون قابلة للبرمجة على مستوى السوفت وير، أو قابلة للبرمجة على مستوى الهارد وير. قابلة للبرمجة على مستوى السوفت وير كما نعرف هو المايكرو كنترول والمايكرو بروسيسور. أما القابلة للبرمجة على مستوى الهاردوير ممكن أن تكون FPGA، ممكن أن تكون BLD أو SPLD إلى ما هنالك من التكنولوجيا الأخرى. الآن Special Purposes، الدارات المتكاملة ذات الوظائف الخاصة مثل System on Chip، Application Specific Integrated Circuit، Application Specific Products إلى ما هنالك من الدارات. هذه الدارات عدا معالج Digital Signal Processor
او السيستم ونشوف في بعض الاحيان غير قابله للبرمجه. مثال الشريحه الموجوده في الموبايل هي عباره عن شريحه تقوم بعمليات تعديل واستقبال وتشفير وفك تشفير والى ما هنالك، وظيفتها ثابته لا يمكن تغييرها. وبالتالي ما هو مفهوم الانظمه المدمجه او الامبيدد سيستم؟ النظام المدمج هو عباره عن كمبيوتر مصغر يحتوي على الاقل على معالج واحد، ويمكن ان يحتوي على اكثر من وحده معالجه، وهو يحتوي على ذاكره برنامج تسمى فلاش ميموري، ويحتوي على رام ميموري وهي عباره عن ذاكره وسيطيه يتم عليها العمليات الحسابيه، ذاكره مؤقته، ولديه مجموعه مخصصه من اقطاب الدخل والخرج والوحدات المحيطيه. هذا النظام المدمج وظيفته ان يتم بناؤه الى نظام تحكم يتحكم فيه، يتحكم بهذا النظام المدمج. لا يمكن برمجته من خلال الاند يوزر. على سبيل المثال الترموستات المخصص للتحكم في المكيف بدرجة الحرارة، وظيفته أن يتحكم في هذا المكيف، لا يستطيع اليوزر أن يستخدمه. جهاز التحكم في التلفاز لا يستطيع اليوزر أن يقوم بإعادة برمجته، لا يمكن أن يتم تغيير البرنامج الموجود فيه. تستجيب إلى البيئة الموجودة فيها بشكل أوتوماتيكي، مثل نفس مثال جهاز التحكم في المكيف، يقوم بقياس درجة الحرارة ويقوم بتعديل تشغيل أو إطفاء المكيف وتعديل من أجل تعديل درجة الحرارة والحفاظ على درجة الحرارة الثابتة ضمن الغرفة. وبالتالي النظام المدمج هو عبارة عن ممكن أن نقول بلوك له مدخلات ومخرجات، أقطاب دخل وأقطاب خرج، وفي داخله وحدات محيطية، ويتم كتابة برنامج يسمى software من أجل تشغيل هذه الوحدات المحيطية وقراءة الأقطاب الدخل ومن ثم إصدار أوامر على الخرج، إضافة إلى نوافذ اتصال تسلسلي من أجل ربط هذا النظام مع أنظمة أخرى تسمى System Interface. Now, sometimes في بعض الأحيان الأنظمة المدمجة لها Real-Time Constraints، وهي قيود العمل في الزمن الحقيقي. وبصراحة معظم الأنظمة المدمجة لها قيود عمل في الزمن الحقيقي، لكن مفهوم الزمن الحقيقي يختلف من النظام إلى آخر، وسوف نرى ذلك لاحقا. وبالتالي يمكن تعريف النظام المدمج على أنه هو عبارة عن حاسب مصغر مخصص لتطبيقات محددة ووظائف محددة. طبعا النظام المدمج ليس هو المايكرو كنترولر او المايكرو بروسيسور او ما هنالك. المايكرو كنترولر او بروسيسور او جميع التكنولوجيا الاخرى التي تستخدم في الانظمه المدمجه هي عباره عن جزء من النظام المدمج، ولكن هذا الجزء هو القلب النظام المدمج، وهو المسؤول الاساسي عن عمل هذا النظام المدمج. فالنظام المدمج ممكن ان يكون هو عباره عن كنترولر، شرائح اخرى، مايكرو كنترولر، سيستم اون تشيب، اضافه الى محيطيات اخرى، انالوج ديجيتال كونفرتر، ديجيتال انالوج كونفرتر، conditioning circuit، دارات الملائمة وإلى ما هنالك. لكن القلب الأساسي الذي يقوم بتحريك كل شيء كما هو المحرك في السيارة، إذا اعتبرنا السيارة كلها هي عبارة عن نظام مدمج، فالقلب الأساسي لهذا النظام هو عبارة ممكن أن يكون مايكرو كنترولر 8 بيت أو 16 بيت أو 32 بيت. وعندما نقول 8 16 32 بيت، فالمقصود فيه هو الداتا بس، الداتا بس الذي ينقل الداتا من الذاكرة إلى وحدة المعالجة. ممكن أن يكون معالج مصغر، ممكن أن يكون معالج إشارة رقمية ديجيتال سيجنال بروسيسور، ممكن أن يكون شريحة مصفوفات منطقية قابلة للبرمجة في البروجرامبل جيت أري، ممكن أن يكون دارات ذات وظائف خاصة أبليكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت، ممكن أن يكون سيستم أون تشيب نظام مدمج على شريحة، ممكن أن يكون سيستم أون موديول نظام مدمج على موديول، إلى ما هنالك من التكنولوجيا الأخرى. الآن أكثر الشيء منتشر بين جميع هذه التكنولوجيا وقابل للبرمجة هو المايكرو كنترول، وهو مستخدم تقريبا في معظم التطبيقات، لانه على سبيل المثال الابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت او سيستم اون تشيب هي ارخص من المايكرو كنترول من استخدام المايكرو كنترول، ولكن تحتاج ان تتم انتاجها بنطاق كبير جدا جدا، وكلفه التحضير الماسكس المخصصه لبناء الشريحه السيليكونيه والى ما هنالك تكلف ربما مليون دولار الى او بحدود هذا الامر. وبالتالي المايكرو كنترولر هو اكثر انتشارا وهو اكثر استخداما في التطبيقات بشكل عام، ما لم يكن هذه التطبيقات يحتاج ان يتم انتاج على سبيل المثال مليون قطعه منها. تمام، غير هذا يكون استخدام الابلكيشن سبيسيفيك سيركت ربما يكون غير مجدي. وبالتالي المايكرو كنترولر كما قلنا هو عباره عن مجموعه من اقطاب الدخل ومجموعة من أقطاب الخرج، مجموعة من الوحدات المحيطية الأخرى التي ليس لها ارتباط في الدخل أو الخرج، وإنما ارتباطها مع وحدة معالجة مركزية على سبيل المثال المؤقت أو الذاكرة. وأيضا هناك عبارة عن ذاكرة برنامج يتم إنزال البرنامج عليها. مثال نلاحظ هنا
اي او بورت انبوت اوت بوت بورت، وهي عباره عن اقطاب الدخل والخارج، هي اقطاب ذات وظائف عامه. انتربتس هي عباره عن اقطاب دخل بشكل عام. على سبيل المثال بالنسبه للسيستم انترفيس ممكن تكون تو واير انترفيس، هو عباره عن بروتوكول اتصال تسلسلي. سيريال بيفر انترفيس ايضا هو عباره عن بروتوكول اتصال تسلسلي، يو اي ار تي انالوج ديجيتال كونفرتر، الى ما هنالك من المحيطيات الاخرى. جميعها موجوده ضمن شريحه واحده تسمى مايكرو كنترولر. الان ما هي سمات الانظمه المدمجه بشكل عام؟ تقول سنجل فانكشن مخصصه هي لاداء وظيفه محدده من اجل تطبيق محدد، وبالتالي هذه نقطه كثير مهمه بالنسبه للانظمه المدمجه، لان المعرفه حول سلوك النظام يعتبر امر جيد جدا جدا من اجل بناء هذا النظام بشكل امثلي في مرحله التصميم، خلافا للاجهزه الاخرى التي لا يوجد اي فكره عن طريقه ما هو البرنامج الذي يمكن ان تقوم بتاديته مثل الحواسيب الشخصيه. ايضا ممكن مثلا مثال على هي الباجر، الميكروويف، السيلفون، اجهزه الصرف، الى ما هنالك نظام الكبح في السياره، الى ما هنالك. هل يعتبر اللابتوب هو عباره عن امبيدد سيستم؟ لا، اللابتوب ممكن استخدم لتطبيقات عامه، فهو ليس سنجل فانكشن، وهو مخصص لوظيفه واحده. ايضا تايتلي كونسترينت، تايتلي كونسترينت هي عباره عن مجموعه من القيود مثل المانيفاكتشرنج كوست، بيرفورمانس، سايز، باور، الى ما هنالك. مثال تصور ان يتم انتاج جهاز موبايل على سبيل المثال، هذا الجهاز ثمنه 10,000 دولار، تحتاج الى 30 دقيقه لتحصل على اتصال، جودته ليست جيده، وزنه 3 كيلوغرام، تحتاج ان تشحن البطاريه كل 3 مكالمات، هل تقوم بشراء هذا الجهاز؟ طبعا لا. طب ممكن اقول لكم انه هذا الجهاز اول ما طلعت الموبايلات كان موجود، هو عباره عن حقيبه طلعته شركه اي تي ام تي، ولكن هناك قيود يجب ان يتم تصميم الانظمه المدمجه وفقا لها. ريل تايم اند رياكتيف، ايضا مفهوم الريل تايم نعود اليه، هو عباره عن مفهوم عام، وبالتالي يختلف من فانكشن الى اخر او من وظيفه الى اخرى. مثال الريل تايم في نظام الكبح في السياره ما يسمى بالاي بي اس، ماذا اذا قلت ان النظام سوف يستجيب بعد 1000 ملي ثانيه ومن قدر 1 ثانيه، يعني الله يرحم الزلمه بهي الحاله. نفس الشيء الاير باج الموجوده من اجل حمايه شخص في حال اصطدام السياره لا سمح الله، مثلا اذا قلت لك ان هذه الاير باج سوف تستجيب بعد زمن 200 ملي ثانيه، كمان الزلمه الله يرحمه. فيجب ان لك انه النظام الكبح يجب ان يستجيب بعد 10 ملي ثانيه، البالون لازم يفتح خلال زمن اقل من 10 ملي ثانيه، وبالتالي هناك قيود للزمن الحقيقي لكل وظيفه، وسوف نرى ذلك بالتفصيل لاحقا. ايضا الان ما هي القيود على تصميم الانظمه المدمجه؟ القيد الاول هو الكوست افشنسي، ما هي الكلفه التي سوف يتم تصميم من اجلها، التي يتم من اجلها تصميم النظام، وتقسم الى قسمين، اولا كلفه التصنيع، وثانيا كلفه التصميم. كلفه التصنيع وكلفه التصميم، كلفه التصميم غالبا اكبر بكثير من كلفه التصنيع، ويمكن ان نقلل كلفه التصميم من خلال استخدام ادوات ذات كفاءة عالية ممكن أن تسهل عملية البرمجة أو عملية التصميم، سوف نرى ذلك لاحقا. نفس الشيء البرفورمانس، الأداء، ليس المهم أن يكون الأداء عالي جدا جدا أو أن يكون الأداء منخفض جدا جدا، الزبون لا يهمه أن أقول له أنا بستخدم شريحة اف بي جي من أجل تصميم هذا النظام، يهمه أن يكون رضيان على الأداء، والزبون لازم تعرف أنه دائما بيدور على الأداء الأعلى، لهيك نحن بنروح بنغير الموبايل فون تبعنا أو بنغير اللابتوب تبعنا، لأنه نحن عم نبحث على أداء أعلى، التطبيقات الجديدة اللي عمال تنزل تحتاج إلى أداء أعلى، لكن في تريد أوف، ما الأداء الزائد إذا ما بيفيد ما في داعي له، لأنه هو عبارة عن كلفة زائدة استهلاك طاقة أكبر، فلازم تحدد البرفورمانس المطلوب لهذا النظام. الباور افشنسي نفس الشيء، لما أنا بيكون عندي نظام أداؤه أعلى فبالتالي رح يستهلك طاقة أكبر، فبالتالي كلفة تصميم دارة التغذية رح تكون أكبر، فبالتالي أنا رح أحتاج إلى دارات توريد دارة التغذية، فهذا رح يكبر حجم التصميم تبعي ورح يزيد الكلفة بشكل كتير كتير كبير. وغالبا حاليا بتعرفوا إنه كل شيء أصبح موبل، يعني هو محمول وين ما رحت باخذه معي، فبالتالي كله عمال بيشتغل على البطاريه، والانظمه المدمجه 99% منها بتشتغل على البطاريات، فانا لازم اخذ بعين الاعتبار استهلاك الطاقه. نفس الشيء بالنسبه للسايز والويت الافشنسي، ما هو معقول اصمم جهاز او امبيدد سيستم وزنه 3 كيلوغرام، يعني لازم يكون كل ما الاجهزه كل ما العمال بتصير اصغر واصغر واصغر. مينتينابيلتي، كمان المينتينابيلتي هو عباره عن امر كثير هام، انه في حال صار في مشكله في النظام لازم هذا النظام ان يتم اصلاحه باسرع فتره ممكنه، وان يكون قابل للاصلاح في الدرجه الاولى، مو انه اذا صار في مشكله خلص انا خسرت هذا الجهاز. نفس الشيء بالنسبه
في عندي التايم تو ماركت. التايم تو ماركت هو معيار اساسي في تنظيم الانظمه، في تصميم الانظمه المدمجه. حاليا في شيء اسمه تايم تو ماركت ويندو. التايم تو ماركت ويندو هي بين 6 الى 8 اشهر. اذا كانت التايم ويندو اكبر من 6 الى 8 اشهر فهذا المشروع راح يكون فاشل. وفي كثير معايير بتساعد في تسريع او انقاص التايم تو ماركت ويندو، مثل على سبيل المثال جود ديزاين ميثودولوجيز. في معايير، في منهجيات تصميم جيده بتسرع عمليه بتقلص الزمن اللي بنحتاجه لنوصل للسوق. نفس الشيء ممكن استخدم ادوات تصميم حديثه مثل اللاب فيو على سبيل المثال، ما بحتاج انا اروح ابني كل شيء فروم سكراتش. يعني ممكن اروح استخدم الانتلكتشوال بروبرتيز الجاهزه الاي بيز والى ما هنالك. ما بتبني العجله من الصفر. طبعا مثل ما قلت في تريد اوف بين كل هدول. معايير اخرى كمان كثير هامه لكن هي بتكون بالكريتيكال سيستم او بالانظمه الاخرى مثل الوثوقيه والامان. لازم اتاكد انه هذا النظام تبعي وثوقيته كثير عاليه، لازم اتاكد انه ما راح يسبب اي مشكله. نفس الشيء الافيلابيليتي، النظام لازم يكون دائما موجود لما انا بحتاج له. مثلا على سبيل المثال اذا بدي اشغل موبايل على سبيل المثال لبين ما اتصل، فانا بدي احتاج استنى 10 دقائق لبين ما يأقلع السيستم والى ما في هناك مشكله. لازم يكون في موجود في الزمن الحقيقي اللي انا بحتاج اتصل فيه. نفس الشيء لازم يكون في السكيورتي، لما بدي اصمم نظام لازم اتاكد انه انا ما عمال بفضح الخصوصيه تبعت الاشخاص اللي عمال بيستخدموا هذا النظام. الكود سايز افشنسي، لما بكبر الحجم الكود فانا بالتالي راح احتاج الى ذاكره اكبر لتخزين هذا الكود، وبالتالي سعر النظام راح يكون اكبر. نفس الشيء امبيدد سيستم ماست meet real time constraint. نرجع لمفهوم الريل تايم، الزمن الحقيقي. تكون جميع الانظمه المدمجه تعمل ضمن الزمن الحقيقي، وبالتالي راح نحكي في الريل تايم كونستنت. طبعا الريل تايم هو عباره انه السوفت وير يجب ان يضمن ان يتم ان استجابه النظام يجب ان تتم في الزمن الحقيقي. ومفهوم الاستجابه يختلف من 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 نظام الى اخر كما قلت لكم بناء على التطبيق الذي يستخدم هذا النظام. مثال، ما هو استجابة نظام يقوم بقياس درجة حرارة من أجل التحكم في المكيف؟ درجة الحرارة لا تتغير بشكل سريع كثير كبير، فبالتالي إذا قام بقياس درجة الحرارة كل دقيقة على سبيل المثال فما في مشكلة. فهنا التأخر في إطفاء أو تشغيل المكيف ربما يكون دقيقة كاملة. طبعا دقيقة أمر كبير، رح يتم في استهلاك طاقة كثير كبيرة، فبالتالي رح يصير خلال دقيقة ربما تختلف درجة الحرارة نص درجة لبين ما يشغل المكيف، أو ممكن يصير في أبرد نص درجة لبين ما يطفي المكيف. فأنا ممكن أحط معايير لهي الأمور. بالنسبة للريل تايم بنقسم لثلاث أنواع: سوفت ريل تايم، فيرم ريل تايم سيستم، أند هارد ريل تايم سيستم. السوفت ريل تايم سيستم إذا صار في مشكلة في الديدلاين تبع الريل تايم فما بيروح يسبب لي مشكلة كتير كبيرة وممكن يسبب لي أذى. تمام؟ بس على سبيل المثال جهاز تحكم في التلفزيون، إذا كبست أنا الزر فالتلفزيون أو أي جهاز تاني عمال بتحكم فيه استجاب بعد زمن 100 ملي ثانية بدل 50 ملي ثانية، فهذا الشيء ما راح يسبب أذى. بالنسبة للهارد ريل تايم سيستم لا، مفهوم الزمن الحقيقي هو أمر كتير حدي، فما ممكن ما لازم يتغير أبدا. فهو بيقول لك إنه هذا ديترمينستيك ديدلاين. ديترمينستيك خلاص محدود، 1 ملي ثانية يعني 1 ملي ثانية. إذا الزمن صار أكبر صار 2 ملي ثانية ممكن يسبب إنه الشخص ممكن يصير فيه مشكلة، ممكن يصير خطر كتير كتير كبير. مثال، خلينا ناخذ مثال على الريل تايم سيستم. نظام الحمايه من السرقه على سبيل المثال هو عباره عن مجموعه من البروسيس تقوم بالمراقبه والتحكم والى ما هنالك. فاذا قلنا انه الحساس المراقبه الباب انه الريل تايم تبعه 500 ملي ثانيه، هلا ممكن يكون في عندي وحدتين له نفس الديد لاين، فانا لازم احط برايورتي تبعيتهم، ايش هي الاولويه تبع كل وحده من هذه الوحدات. فاي نظام بطلع على الفانكشن الموجوده فيه، كل واحد من هاي الفانكشن رح يكون في له ديدلاين محدد فيه. فلما بدي اروح اكتب البرنامج تبعي لازم اخذ بعين الاعتبار الاولويات والازمه اللي لازم تتنفذ فيها كل وحده من هدول الوحدات الموجوده. نسمع كثير بمفهوم الريل تايم اوبريشن سيستم او نظام التشغيل في الزمن الحقيقي. نحن نعرف نظام التشغيل هو نظام يقوم باداره المهام. تمام، طيب شو الفائده من نظام التشغيل في الزمن الحقيقي؟ نظام التشغيل في الزمن الحقيقي باختصار، طبعا هي التعدادات ليش نحن بنستخدم نظام التشغيل في الزمن الحقيقي، لكن باعتبار ان الوقت ضيق ما راح اروح في التفصيلات لانه بشوف الوقت بيمشي بسرعه. لكن باختصار مفهوم الزمن الحقيقي لما بيكون في عندي نظام يتطلب عمليات كثيره في الزمن الحقيقي،
وفي فانكشن كثيرة في الزمن الحقيقي، فأنا أحتاج إلى نظام تشغيل من أجل أن يقوم بتنظيم وإدارة هذه العمليات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما يكون النظام تبعي يتواصل مع بروتوكولات اتصال تسلسلي مثل TCP/IP USB، يقوم بالوصل في الإنترنت، فأنا سوف أحتاج إلى نظام تشغيل من أجل إدارة هذه البروتوكولات ومن أجل الحصول على واجهة، وأيضا إدارة النظام سوف تكون بشكل أفضل. النقطة الثالثة، إذا أنا أحتاج أن يكون نظام التشغيل تبعي فيه إمكانية تتبع الأخطاء أثناء تشغيل النظام، أثناء تشغيل النظام، هذا النظام رح يكون كريتيكال، فأنا لازم أسوي تتبع وديبج لهذا النظام وأسوي فيه أناليسز، فممكن أستخدم نظام الزمن الحقيقي. وأيضا نظام الزمن الحقيقي يقوم نظام تشغيل الزمن الحقيقي يقوم على زيادة فعالية وحدة المعالجة المركزية. طبعا ريل تايم اوبريشن سيستم يقوم بإدارة العمليات في الزمن الحقيقي. طبعا فيه مجموعة من العناصر الموضحة: ريل تايم كلوك، انتربت هاندلر، سكيدجولر، ريسورس مانجر، وإلى ما هنالك من العناصر. طبعا ما هي احتمالية أن تحتاج إلى استخدام ريل تايم اوبريشن سيستم من أجل تطبيق معين؟ قليل، ما كل التطبيقات تحتاج إلى ريل تايم اوبريشن سيستم، لكن هذه فكرة عامة عنه، ممكن تقرأه بشكل أفضل، بشكل موسع أكثر. الآن Embedded System Application، تطبيقات الـ Embedded System، ممكن يسأل شخص: طيب أوكي، هاي الـ Embedded System فهمنا الترتيب تبعها، بس بشو ممكن تستخدم؟ أي شيء ممكن تنظر فيه حولك فهو عبارة عن Embedded System، أي جهاز إلكتروني. في البيت تبعك في أكثر من 25 جهاز في Embedded System Device موجودة، في الالكترونيات المستهلك، في الاتصالات، في المواصلات، في انظمه الملاحه الجويه، موجوده في جميع التطبيقات اللي ممكن تخطر على بالك. طبعا ولكل واحد من هذه التطبيقات هناك معايير، لكن هذه المعايير تتبع للمعايير التي قمنا بدراستها. بعض التطبيقات تحتاج الى الريل تايم سيستم، وهناك تسمى كريتيكال امبيدد سيستم. كريتيكال امبيدد سيستم مثل الجهاز اللي عم نشوفه، هو عباره عن امبلانت محطوطة من أجل مراقبة نبضات القلب، ففي حال القلب صار فيه تسريع أو تبطيء تقوم بتنظيم عمل نبضات القلب. هذا النظام يجب أن يعمل في الزمن الحقيقي. معايير التصميم لهذا النظام كتير حرجة، فيجب أن يتم تصميمه بعناية، يخضع لعمليات فحص ديباجينج وإلى ما هنالك، أناليسز معقدة تختلف عن أنظمة أخرى، مثل نظام أيضا النظام المدمج في السيارة نفس الأمر. ناخذ مثال افصل فيه عن اهميه الانظمه المدمجه. خط الاوتوموتيف هو عباره عن انتاجيه السيارات. في السياره الواحده في 2001، خلينا نقول انه 2001 وما بعد، سياره سيدان ممكن يكون في عندي 25 ل 50 نظام مدمج. في سياره بي دبليو ام الاصدار السابع في عندي حوالي، او مرسيدس، حوالي 100 نظام مدمج كلها مرتبطه مع بعض ضمن شبكة. في عندي نظام لحتى يتحكم في المرايا، في عندي نظام لحتى يتحكم في الكبح، في عندي نظام يتحكم في درجة الحرارة ضمن السيارة، في عندي نظام يتحكم في حرارة الكرسي تبع السيارة، في عندي إلى ما هنالك من الأنظمة، نظام الراديو وإلى ما هنالك. هلا بشكل عام فينا نقوم بتصنيف الأنظمة المدمجة إلى قسمين. أول تصنيف هو فانكشنال حسب الوظيفة، ممكن تكون ستاند ألون، تشتغل بشكل مستقل مثل جهاز التحكم على سبيل المثال، لا يتخاطب مع اي جهاز ثاني. ممكن تكون ريل تايم، يجب ان تعمل في الزمن الحقيقي مثل ما شفنا انظمه الزمن الحقيقي. ممكن تكون نتوركت، نتورك ممكن تكون متوصله مع انظمه مدمجه اخرى مثل الانظمه الموجوده في قلب السياره. في عندي اكثر من 100 كنترول موصولين كلها مع بعضهم ضمن شبكه تسمى شبكه كان. ممكن تكون موبل، انا احتاج انه هذا الجهاز احمله واخذه معي مثل الانظمه المدمجه الموجوده في قلب موبيل فون، الايباد، الايبود، الى ما هنالك. التصنيف الاخر هو حسب البرفورمانس او الاداء تبع هذا النظام المدمج. فممكن هذا النظام المدمج يكون استخدامه على سمول سكيل او ميديوم سكيل او لارج سكيل، او ممكن يكون سوفيستيكيتد كثير معقد. فاذا كان سمول سكيل مثل الانظمه المدمجه الموجوده على سبيل المثال في قلب الالعاب تبعت الاطفال، وظائف محدده، نظام مدمج كثير بسيط كثير صغير. ميديوم سكيل مثل الانظمه المدمجه على سبيل المثال الموجوده في الجهاز التحكم بالفرن على سبيل المثال، تنظيم درجة حرارة الفرن أو تنظيم درجة حرارة المكيف. لارج سكيل ممكن تكون مثل موجودة في الموبايل وأمنه إلى ما هنالك. سوفيستيكيتد أو الأنظمة المعقدة ممكن تكون موجودة في الطيران، في الروبوتيك، إلى ما هنالك من التطبيقات المعقدة. ما هي السوليوشن اللي أنا ممكن أستخدمها للأنظمة المدمجة؟ ذكرنا نحن إنه أنا اللي عندي الهارد تبع النظام المدمج ممكن يكون مايكرو كنترولر، مايكرو بروسيسور، FPGA، إلى ما هنالك من الأنظمة. طيب شو هو الجهاز
او التكنولوجيا الافضل اللي انا ممكن استخدمه من اجل تصميم نظام مدمج. ممكن استخدم اف جي، طبعا ممكن استخدم اف جي، ممكن استخدم سيستم ان شيب، ممكن تستخدم سيستم ان شيب، لكن شو هو الحل الامثل اللي انا بحتاجه من اجل نظام المدمج تبعي؟ طبعا مثل ما بتعرفوا انه انت ممكن اذا بدي اروح اسوي ليد يشعل ويطفي على سبيل المثال، فهل انا بحتاج لمايكرو كنترولر؟ ترانزستورين فليب فلوب ممكن تشغل ليد يشعل ويطفي. فالامر دائما افضل الحلول الهندسيه هي ابسطها، ما تروح للحلول المعقده، لانه كل ما طلعت في الحلول المعقده فانا الامور الثانيه والمشاكل ممكن تطلع فيه صارت اعقد، ويحتاج الى مراحل تصميم وفحص اعقد بكثير من الحلول البسيطه. ممكن انا احتاج اسوي دايركت مولد نبضات، فانا احتاج المايكرو كنترولر اذا بولد نبضات بتردد 100 كيلو هرتز على سبيل المثال. لا، ممكن استخدم بعض الدارات المنطقيه والعدادات والضوابط المنطقيه لاصمم هذا النظام. هلا لاحظوا هون في عندي المحور اكس والكومبلكسيتي او تعقيد درجه تعقيد النظام، بينما المحور واي والبروسيسنج ثروبوت هو خلينا نقول البرفورمانس او الاداء او امكانيه تنفيذ التعليمات لهذا النظام. بيجي بعدها بيجي عندي البروجرامبل لوجيك مثل البي ال اي، سي بي ال دي، الروم، هو عباره عن دارات منطقيه بسيطه لا تحتوي على وحده معالجه مركزيه، فانا ممكن انفذ عليها مسائل او تطبيقات اعقد من التطبيقات اللي انا بحسن انفذها على البوابات المنطقيه العاديه. بعدها بيجي عندي المايكرو كنترول. المايكرو كنترولرز تقريبا اذا قلت لكم ممكن تشغل بحدود اكثر من 90% من تطبيقات الامبيدد سيستمز، اكثر من تطبيقات الامبيدد سيستم. بعدها بيجي في عندي ديجيتال سيجنال بروسيسور. ديجيتال سيجنال بروسيسور هي عباره عن معالجات مخصصه لاجل معالجه الاشاره الرقميه، فهي لا يمكن ان تعمل شيء الا معالجه الاشاره الرقميه، مثلا التحكم في المحركات، هناك اشارات يجب معالجتها وهناك فلاتر يجب بناؤها مثل انظمه التشفير وفك التشفير. لكن معالجات المايكرو كنترولر 32 بت الحديثه وخصوصا ARM رح نحكي عليها لاحقا كلها تحتوي على وحدات معالجه اشاره رقميه موجوده ضمن هذه المتحكمات من اجل ان توفر عليك استخدام وجود معالج ثاني على الدار. اخيرا في عندي شرائح المصفوفات البوابات المنطقيه قابله للبرمجه. شرائح المصفوفات المنطقيه قابله للبرمجه في لها تطبيقات لا يمكن الاستغناء عنها، ما في شيء بيحل غير هي، لانه قادر على تنفيذ المهام على التوازي. يعني انا ممكن اذا كان في عندي كذا عمليه، هذه العمليه لا يوجد ارتباط بين، يعني العمليه الثانيه لا تحتاج لا تنتظر الى خرج العمليه الاولى، وبالتالي هناك استقلال في الخرج لهذه العمليات، فانا ممكن انفذ كل هذه العمليات ضمن دفعه واحده، اخرج جميع هذه العمليات دفعه واحده. فلها تطبيقاتها واستخداماتها، ولا يوجد تطبيق يعني تكنولوجيا اخرى تحل مكانها، لكن برمجتها معقد جدا 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 في غايه التعقيد، ولا يوجد ادوات الى الان تسهل عمليه برمجه شرائح الاف بي جي اي. الان لما بدي اختار على سبيل المثال مايكرو كنترولر من شركه محدده، او اختار تكنولوجيا، او اختار اف بي جي اي، شو هي المعايير اللي انا بدي اعتمد عليها في اختيار هذا النظام؟ اول شيء في عندي التايم تو ماركت، هل هو بحط الكرايتيريا المعيار وبحط بعدون الاهميه الامبورتنس فاكتور. التايم تو ماركت، هل احتاج انه انا اصدر هذا المنتج باسرع ما يمكن؟ شاد معي وقت. البرفورمانس، شو هو البرفورمانس المطلوب؟ هل عم بصمم نظام من اجل لعبه طفل؟ ولا عم بصمم نظام من اجل يقود روبوت اللي ممكن يتحرك بشكل اوتوماتيكي بالكامل من دون تحكم بالبشر؟ السعر، هذا المنتج لما بدي اسوقه شو هو السعر اللي ممكن يشتريه الزبون؟ لازم احطه بعين الاعتبار، لانه هو راح يحكم التكنولوجيا اللي انا بدي استخدمها. نفس الشيء درجه التصميم، درجه التصميم، عمليه التصميم صعوبته وتعقيده رح ياثر على السعر تبع المنتج، لانه رح يحتاج مهندسين محترفين اكثر، رح يحتاج فتره اكبر، رح ادفع رواتب اكثر. باور كونسمشن، هل هذا النظام رح يكون موبل؟ رح انا اشيله بايدي وامشي فيه، ولا رح ينوصل للطاقه؟ فهذا لازم ياخذ بعين الاعتبار. ممكن اروح استخدم تكنولوجيا على سبيل المثال، اجيب شريحه اف بي جي اي من اجل نظام رح يشتغل على بطاريه ترابل اي، ما رح يشتغل، ما ممكن يتصمم. الفيوتشر فلكسبيليتي، هل في النظام انا احتاج انه هذا اقوم بتطويره، تعديله الى ما هنالك؟ هناك امور اخرى كمان ممكن تحطها في هذا الجدول مشان تختار التكنولوجيا اللي انت بتحتاجها. طبعا هذا الجدول هو عباره عن مقارنه بسيطه بين معظم الشرائح اللي ممكن تستخدم كحلول في الانظمه المدمجه. ففي عندي المعيار تايم تو ماركت، برفورمانس، برايس الى ما هنالك، فبيقول لي انه مثلا على سبيل المثال للمايكرو كنترولر تايم تو ماركت اكسلنت، فانا ممكن انا اصمم هذا النظام ابرمجه باسرع وقت ممكن. البرفورمانس، انا ممكن اخذ برفورمانس مقبول منه، لكن لا يقارن البرفورمانس تبع المايكرو كنترولر بالبرفورمانس على سبيل المثال تبع الايسك، لانه كل شيء مبني هاردوير على الايسك، المايكرو كنترولر عم ببني الفانكشن كسوفت وير، ممكن يتقارن بالاف بي جي اي برفورمانس، نفس الشيء. بالنسبه للبرايز، اكسلنت،
رخيص، ممكن اشتري مايكرو كنترولر 32 بت في كل شيء بيخطر على بالك ب 1 دولار. نفس الشيء التصميم، سهوله البرمجه والتصميم كثير ايزي، سوبر ايزي. الباور، استهلاك الطاقه، استهلاك الطاقه مقبول، لكن مو مثل الايسك او الاي اس اس بي. الايسك والاي اس بي تم تصميمه بحيث انه اوبتمايزد فور مينيمم باور، هاي الميزه تبعيد انه استهلاك الطاقه رح يكون كثير منخفض لكن مقبول. نفس الشيء بالنهايه هو يعتبر الحل الافضل، وهنا عم نحكي عن تقنيه معالجه الاشاره، تطبيقات معالجه الاشاره. في 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 بعض التحديات تظهر في تصميم الانظمه المدمجه. نحن نعرف قانون لو، عدد الترانزستورات على شريحه سيليكونيه يتضاعف، يزداد بمقدار الضعف من اجل نفس الكلفه كل 18 شهر، وبالتالي حصل في عندنا جاب. الانظمه الهاردوير عمال بتطور بشكل كتير سريع، بينما في نفس الوقت السوفتوير عمال بتطور عندي بشكل كتير بطيء، فتشكل عندي جاب اسمه تسمى ديزاين جاب. عم بتطور الهاردوير ولكن ما عم تتطور انتاجية المهندس اللي عمال بيقوم بتصميم هذا الهاردوير، ما تزال عم تتطور بشكل بطيء كتير 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 بسبب عدم توفر الادوات الملائمة. حاليا العمل كله والتوجه كله على ايجاد ادوات تساعد على استخدام التكنولوجيا الموجودة. حاليا يوجد هناك معالجات يحتوي المعالج 144 كور، كل كور 1 جيجا، كلهم موجودين على ضمن شريحة واحدة. عملية برمجته وتنظيم العمليات وتوزيع المهام بيناته أمر في غاية التعقيد، يحتاج إلى كادر هندسي كامل. طيب، وبالتالي التحديات هي الهاردوير سيلكشن، فأنا لازم أعرف شو هو الهاردوير اللي أنا بدي أختاره وفق المعايير اللي حكينا عليه. نفس الشيء، هل ممكن أنا ألاقي شريحة رخيصة كتير، أداء خيالي، استهلاك للطاقة منخفض، لكن لا يوجد أدوات تصميم أنا ممكن أصمم فيها، لازم أروح أبرمجها في الأسمبلي على سبيل المثال، أضل سنة عم بكتب الكود، فأنا ما بستفيد شيء. فالأمور كلها مقترنة في بعضها، فأنا لازم يكون في عندي أدوات تمكنني من استخدام هذا الهاردوير. نفس الشيء ميتينج ديدلاين، قلت لكم الويندو تبع التايم تو ماركت من 6 إلى 8 أشهر، فأنا ما لازم يطول عندي نظام أكثر من هيك. ممكن يجي عندك زبون يقول لك أنا بدي هاي الوظيفة خلال هذا النظام ينفذ لها الوظيفة خلال 3 أشهر، فأنا بحتاج نظام خلال 3 أشهر، بعد 3 أشهر النظام ما له قيمة عندي، فأنت لازم تسلم النظام على الوقت. فلما تروح تختار الأدوات لازم تأخذ في عين الاعتبار الديدلاين موجود عندك. نفس الشيء scalability and upgradability، هذا هل النظام هل راح تقوم بالمستقبل في توسيعه وتطويره، ما راح تقوم، هو خلص إنه الوظيفة تبعيته ثابتة ولا يوجد أي إمكانية للتطوير. على سبيل المثال ممكن تطور الفيرموير تبعه وتبعت إصدارات جديدة من الفيرموير. أيضا readability maintainability، إذا إجا مهندس بعد ما كتب الكود، إجا مهندس تاني قرأ هذا الكود، هل راح يحسن يطور هذا النظام ويفهم الكود ولا ما راح يحسن؟ هل راح يحسن يتعامل معه ولا ما راح يحسن؟ فهذا كله لازم يتخذ في عين الاعتبار. راح نشوف كيف ممكن نصمم النظام بحيث إنه يكون readable, maintainable, scalable, upgradable. راح نشوفهم كلهم في المرحلة التالية. الآن rapid prototyping، هلا راح نشوف أهمية rapid prototyping لأنه نبلش بالديزاين بروسيس. بيقول لك إنه التكنولوجيا عم تتغير كل 18 شهر. فأنا إذا أروح أصمم نظام أضل عم بستنى 8 أشهر لحتى أصمم بروتوتايب الأول، بعدين طلع معي مشكلة في البروتوتايب الأول فأنا راح أرجع أصمم الهاردوير من أول وجديد، لا، تروح تستخدم مفهوم اسمه رابيد بروتوتايبينج. رابيد بروتوتايبينج بيسهل لك إنه أنت تصمم النموذج الأول للسيستم تبعك بأسرع وقت ممكن. من خلال كيف ممكن يصير هذا الشيء؟ من خلال استخدام الموديولات المتوفرة بالسوق. على سبيل المثال أنا بدي أصمم نظام التحكم بالأوتوكوبلر، فممكن اجيب بورد اوردينو على سبيل المثال واجيب المحيطيات اللي انا بحتاجها، هي عباره عن موديولات ورح تلاقيها كلها موجوده في السوق. ايش بخطر على بالك موجود في السوق؟ جيروسكوب، ماجنانوميتر، اكسلوميتر، جي بي اس، الى ما هنالك. فبجيب هاي المحيطيات كلها مع بعضها، بوصلها من خلال البنات مع داره الكنترولر الموجوده عندي اللي انا ممكن بالمستقبل استخدمها، ببلش بكتب البرمجيات تبعت هاي المحيطيات وحده ورا وحده، بختبر النظام تبعي. مجرد ما اشتغل النظام هذاك الوقت بروح ببني الهاردوير والبرنتد سيركت بورد والى ما هنالك، ورح نشوف هذا الشيء في الديزاين بروسيس. الان شو هي مراحل التصميم بالنسبه للديزاين بروسيس؟ كل ما تقدم الى الان هو عباره عن اعتبارات اساسيه في تصميم الانظمه المدمجه، لكن الان الديزاين بروسيس هي بشكل اساسي هي اللي بتحدد وسوقيه هذا النظام، كيف انا ممكن ابني هذا النظام بسرعه كثير كبيره. فالمراحل هي على الشكل التالي، أول شيء لما بدي أبني نظام لازم أحدد المشكلة، ليش أنا بدي هذا النظام؟ شو هي الوظيفة اللي بده يسويها هذا النظام؟ فببلش بشيء اسمه problem definition، بحدد المشكلة، شو هي الوظيفة؟ بعدهم ببلش بشيء اسمه background search مشان أبحث عن الحلول اللي أنا ممكن أحل فيها هذه المشكلة.
وهون المرحلة اللي بعدها بيجي عندي الـ System Requirement. فبعد ما أبحث في الـ Sorry Background Search، أدور أشوف هل يوجد حل لهذه المشكلة، كيف الناس حاولت تحلها، هل يوجد تطبيقات بتحل المشكلة، فأنا ما في داعي أصمم نظام في الأصل، ممكن أستخدم التطبيقات الموجودة إلى ما هنالك. فإذا ما لقيت حل فبدور على System Requirement. ونحن بنعرف أن الـ Embedded System هي مخصصة من أجل تطبيقات معينة، فبحدد System Requirement. وبالنسبة للسيستم ريكويرمنت في عندي فانكشنال او نون فانكشنال ريكويرمنت، هي وظيفية، متطلبات وظيفية ومتطلبات غير وظيفية. المتطلبات الوظيفية مثل الانبوت والاوتبوت، شو هي الاشارة اذا كانت عندي في الانبوت فانا لازم اخرج امر على الاوتبوت متناسب مع هذه الاشارة. بالنسبة للمتطلبات الغير وظيفية، شو هو الاداء المطلوب، شو هو حجم البرودكت اللي بدي اصممه، شو هو الكوست تبعه، شو هو الويت تبعه، الوزن تبعه، شو هو الابعاد تبعيته، شو هي العامل الوثوقيه تبعه، هل انا عمال بصمم كريتيكال سيستم ولا مو كريتيكال سيستم، شو هو اعتبارات الزمن الحقيقي والديدلاين والديد تايم للزمن الحقيقي للفانكشنز الموجوده في هذا النظام. فبحدد كل هذه المتطلبات اللي انا بحتاجها، ببلش بحكي مع زبون، بساوي برين ستورمينج مع المهندسين الى ما هنالك مشان احسن اطلع قائمه بهذه المتطلبات بشكل امثلي. طبعا فبالتالي المتطلبات بشكل نهائي هي عبارة عن وظيفة عمل النظام إضافة إلى خصائص أو مواصفات هذا النظام، هي المتطلبات. فمتطلبات وظيفية. بعد هذا الشيء ببلش بالمرحلة الثالثة وهي عبارة عن السيستم موديلينج. ما كل الأنظمة بتحتاج إلى سيستم موديلينج، تمام؟ فمثل أي أنظمة بتحتاج إلى سيستم موديلينج، مثلا نظام التحكم او الكروز كنترول موجود بالسياره على سبيل المثال. كروز كنترول انا بحدد له السرعه بثبتها وخلص، ما بدوس على دواسة البنزين، السياره بتحافظ على هاي السرعه. فهو عباره عن نظام في الحلقه المغلقه، فهناك كنترولر يبعث اشاره تحكم في الحلقه المغلقه الى دواسة البنزين، النظام تحكم بدواسة البنزين مشان يعاير سائب التحكم في هذه الدواسة بحيث انه يحافظ على سرعة محددة. فهذا النظام انا ممكن ابنيه في الماتلاب كنظام تحكم في الحلقة المغلقة واسوي له نمذجة واشوف شو هي اذا بدي اصمم كنترولر مشان شو يعمل هالعملية، فشو هو ثوابت الكنترولر الامثلية من اجل تحكم امثلي وسرعة استجابة اكبر ما يمكن لهذا النظام. يعني اذا تشغل كروز كنترول، اذا على سبيل المثال نزلت سيارة في نزلة، فراح يحتاج على سبيل المثال 10 ثواني لبين ما يستجيب، فبالتالي السيارة بتكون اتسارعت 20 او 30 او 40% فوق سرعة الاسمية. نفس الشيء اذا عمال بطلع طلعة اسيا والكروز كنترول بده يستجيب ثانيتين، فالسيارة ممكن توقف تبلش تكر لورا. فبالتالي فانا لازم ابحث على سرعة الاستجابة للنظام اذا كان في عندي متحكم على سبيل المثال بي اي دي، فهي شو ثوابت المتحكم بحيث انه انا يكون في عندي على زمن النظام بشكل امثلي. بعدها ببلش بالسيستم اركيتكتشر واسوي بلاننج لهذا السيستم. فالسيستم اركيتكتشر هو عباره عن تحديد الكومبوننتس تبع هذا النظام، شو هي الكومبوننتس والبرفرال المحيطيات اللي انا راح احتاجها، شو هو الكنترولر او البروسيسور اللي انا راح احتاجه، شو هو حجم ذاكره البرنامج والذواكر الاخرى انا اللي ممكن احتاجها. نفس الشيء هل انا راح احتاج اسوي ديباجينج للبلاتفورم تبعي، فممكن اوصل نافذه جي تاج، فهل لازم يكون الكنترولر فيه جي تاج ولا ما فيه، والى ما هنالك من هذه الاعتبارات. بعد هل هذا النظام هو ابجريدبل في المستقبل، هل ساحتاج الى انزال فيرموير من اجل تحديث الكود الداخلي، فبالتالي يمكن ينزل وظائف اضافيه على سبيل المثال مثل بتشوفوا الموبايل فون تبعاتكم كلها ابجريدبل، يعني ممكن ينزل فيرم وير، ممكن يوزم اصدار جديد نظام ويندوز اصدار جديد والى ما هنالك. فشو هو الميكانيزم او الاليه التي سوف يتم من خلالها تطوير هذا النظام، فانا هذا لازم اخذه في عين الاعتبار. المرحله اللي بعد الهاردوير ديزاين، الهاردوير ديزاين هون في السايكل الاولى هو الرابيد رابيد بروتوتايبنج، فانا ممكن استخدم البوردات والدارات اللي موجوده جاهزه مشان انا ابني هذا النظام بشكل تقريبي واقوم باختباره. فلازم اعتمد منهج الموديولار ابروتش، انه اجيب موديولات وظيفيه اربط هذه الموديولات مع بعض بلوك باي بلوك مشان انا احصل على الوظيفه الرئيسيه لهذا النظام بشكل اساسي. بعدها جبت بلوك بانيتون
بربط هاي البلوكات مع بعضها يسمى هاردوير انتجريشن، انه ربطت كل هالبلوكات مع بعضها بحيث انه الوظائف اللي بدها تنتقل بين وحده ووحده صار كلها جاهزه، فصار في عندي سيستم كامل مؤلف من سب سيستمز، نظام مؤلف من مجموعه من الانظمه الصغيره الموجوده بداخله. بعدها ببلش بالسوفت وير ديفلوبمنت. بالسوفت وير ديفلوبمنت كمان بدي اتبع المودولار ابروتش، فبمسك وحده محيطيه من الهاردوير بلوكس، بقوم بكتابه السوفت وير، تطوير السوفت وير لهذه الوحده المحيطيه، بتاكد انه هاي الوحده المحيطيه عماله تشتغل بشكل صح، بنتهي من السوفت وير تبعها، بنتقل للوحده المحيطيه لغيرها. ما بروح بكتب برنامجي كله في المين لوب تبع البرنامج، لا، بعتمد السب روتينز. كل سب روتين مخصص لوظيفه محدده، ما هو شرط يكون مخصص لهاردوير بلوك هاردوير واحد. ممكن على سبيل المثال اذا كان في عندي شريحه زمن حقيقي RTC راح تعطيني الزمن، فعندي بروتوكول التخاطب مع هاي الشريحه هو عباره عن روتين. في عندي برنامج التحويل بين الهجري والميلادي هو عباره عن روتين. في عندي برنامج التحويل بين ال 12 و 24 هو عباره عن روتين. كل وظيفه من هذه الوظائف روتين، وبالتالي في المستقبل اذا احتجت انا على سبيل المثال روتين من اجل تحويل من هجري الى ميلادي، فباخذ الكود كوبي بيست بحطه بستخدمه فبنيته انا ك بلاك فلاك، فصار في عندي صندوق اسود له مدخلات له مخرجات. رح نشوف هذا الشيء كيف ممكن نسوي. بعد ما خلصت بناء السوفت وير لكل وحده محيطيه لهذه المحيطيات، بروح بقى بساوي سيستم انتجريشن. بجيب السوفت وير لكل هالموديولات، ببلش ببني المين لوب تبعيتي، كيف سوف يتم استدعاء هذه السبروتينات وكيف سوف يتم ارتباطها وتهيئتها للهاردوير، فبساوي سيستم انتجريشن على مستوى السيستم. المرحله اللي بعدها بقى بدي اختبر هذا النظام واتاكد. فالاختبار يتم على مرحلتين، الديبجنج او تيستينج يتم على مرحلتين. اول شيء الفانكشنال تيستينج. الفانكشنال تيستينج بمسك روتين، بفحص هذا الروتين وبتاكد ان هذا الروتين عم يشتغل بشكل صح. من اجل دخل اكس انا لازم يكون في عندي خرج واي، وما هو الزمن الذي سوف يستغرقه تنفيذ هذا الروتين؟ هذا امر هام جدا جدا من اجل مفهوم الزمن الحقيقي، فلازم انا اعرفه. ممكن من اجل تشغيل لد على سبيل المثال واطفائه خلال ثانيه واحده يستغرق تنفيذ الروتين، يعني انا شغله ثانيه واطفيه ثانيه، اكتب برنامج يستغرق تنفيذه 2 سكند، فانا اقول له سيت للليد ويت 1 سكند، ريسيت للليد ويت 1 سكند، فلما بشوف المعالج تعليمه ويت فهو عم يدخل في حلقه لا نهائيه، فالنظام عم بيوقف، المعالج كلياته عم بيوقف، ما عم بنفذ اي عمليه ثانيه، فبالتالي زمن تنفيذ هذا الروتين هو عباره عن 2 سكند تقريبا. بينما في نفس الوقت انا ممكن اسوي نفس البرنامج ويتنفذ عندي اياه بدل 2 سكند يتنفذ عندي اياه ب 10 مترو سكند، فبالتالي انا ممكن اعتمد على تايمر، هذا التايمر يسوي لي مقاطعه كل ما تحقق في عندي 1 سكند فيروح يسوي توجل للليد. فلازم اعرف كيف عمال ببني الكود تبعي، كيف هي الاعتبارات اللي عمال بصمم فيها، وشو زمن تنفيذ كل برنامج، وشو هي مدخلاته ومخرجاته. بعد ما اخلص من الفانكشنال تيستينج اللي هو عباره عن روتين باي روتين، جهزت روتين بنيته كبلوك له مدخلاته له مخرجاته، زمن تنفيذ هذا البلوك هو كذا، القيود تبعيته كذا، هذا ممكن اذا كان المدخلات هي انتيجر فانا رح يكون في عندي المخرجات انتجر، اذا كان في عندي مدخلات فلوت فانا هذا النظام البلوك ما بيشتغل على فلوت، فانا لازم اقوم بتعريف المتحولات بشكل واضح وصريح، لازم اعرف ايش ممكن يدخل عندي وايش ممكن يخرج عندي. هل انا احتاج سايند فاريبل ولا انسايند فاريبل؟ هل المتحولات رح تدخل هي رح تكون متحولات فلوت ولا رح تكون متحولات انتجر؟ هدول الشغلات كلها لازم اعرفها واحددها للبلوك كتعريف للبلوك بتحدد هويه هذا البلوك. بعدين انتقلت بنتقل للمرحله اللي بعدها سيستم ليفل تيستينج. سيستم ليفل تيستينج هلا البلوكات هي كلها رح ترتبط مع بعض، البرنامج الرئيسي رح يقوم باستدعاء سبروتينات، هاي السبروتينات هي عباره عن مدخلات ومخرجات من سبروتينات ثانيه، فبشوف انا السيستم كسيستم كيف رح يشتغل. مثال نرجع لنظام الار تي سي، البلوك الاول رح يسوي انشياليزيشن للار تي سي، رح يهيئ شريحه الار تي سي. البلوك الثاني رح يروح يقرا المسجلات الداخليه للار تي سي، المسجلات رح تعطيني الوقت، رح تعطيني التاريخ بالسكند كومبلمنت. البلوك الثالث رح يروح يحول السكند كومبلمنت لقيمه اور مينيت سكند داي مانس يير. بعدين البلوك الرابع اللي رح ياخذ مدخلات البلوك الثالث رح يحول لي، اذا كان بدي انا مفعل نظام 24 فرح يحول لي 12 ل 24 او يحول لي العكس. البلوك الرابع ممكن يشتغل على التوازي مع 12 24 يحول لي التاريخ الى هجري، فانا يصير في عندي التاريخ الهجري والميلادي. البلوك الخامس ممكن يراعي احتمال السنه الكبيسه. فكل واحد من هدول البلوكات هو بلوك وظيفي، فانا عم ببني فانكشن، عم ببني البلاك بلوك هو عباره عن فانكشن، اكثر من وان فانكشن وظيفه وحده ما تحط بقلب البلوك، بقلب البلوك. فهون صار في عندي مفهوم شيء اسمه ريوزابيلتي، فانا ممكن استخدم هاد
الكود بالمستقبل بشكل كتير سهل وصار اسمه هذا اي بي درايفر. طيب ناخذ هنا على سبيل المثال لما المودولار ابروتش، قلنا نحن بنبني بالسوفت وير ديفلوبمنت بلاك بلوك له مدخلات اكس واي زي راح يعطيني ميو الفا بيتا، تمام، والكود بقلبه انا ما بيهمني الكود، فانا صار في عندي روتين جاهز كوبي بيست، هاي مدخلاته هاي مخرجاته هاي الاي دي تبعيته في النسبه للمدخلات والمخرجات. نفس الشيء ممكن يكون هنا مثل مثال اور مينت سكند، باخذ انا داي سكند، فما هو اذا بيحول لي قيمه الساعه والثواني والدقائق الى ثواني، يعني اذا كانت هذا كمان بيستخدم كثير في التوقيت، الساعه 12 بالليل بيكون قيمه الثانيه الداي اوف سكند زيرو، في الساعه 23 و15 فهو عباره بيقوم بتحويل الساعات والدقائق كلها الى ثواني، بيحطه متحول طويل. فبالنسبه للبلوكات بقي ملاحظه واحده فقط، انه بعض هذه البلوكات تكون هاردوير ديبندنت بلوك، يعني مرتبطه في الهاردوير تبع المعالج، وبعضها تكون هاردوير اندبندنت بلوك غير مرتبطه بالمعالج. مثلا التحويل من هجري الى ميلادي او التحويل من اور من سكند الى داي اوف سكند، هل هو مرتبط بهاردوير؟ لا، انا في عندي ثلاث قيم عم بدخل عمال بطلع ثلاث قيم. طيب بالنسبه للانيشياليزيشن تبع الار تي سي وبالنسبه للقراءه من مسجلات الار تي سي، هل هو مرتبط في الهاردوير؟ طبعا مرتبط في الهاردوير، لانه انا عم بروح على البروتوكول الاتصال التسلسلي في شريحه الار تي سي المربوطه مع المايكرو كنترولر عبر البروتوكول اي سكوير سي باس، وعمال بروح بقرا القيمه الداخليه للمسجلات. فهون انا لازم افصل البلوكات اللي هي هاردوير ديبندنت من البلوكات اللي هي الهاردوير اندبندنت، فانا بعرف بالمستقبل اذا غيرت الهاردوير تبعي فانا لازم اروح فقط اغير في البلوكات اللي هي الهاردوير ديبندنت، ما اروح احتاج اغير في البلوكات الهاردوير اندبندنت. فانا ممكن انقل الهاردوير اندبندنت بشكل كثير بسيط وسلس بدون ما احتاج لاعاده كتابه البرنامج. الان السوفت وير انتجريشن، كيف تتم عمليه السوفت وير انتجريشن؟ ممكن يبلش البرنامج، يصير في عندي التوجيهات الانشاليزيشن، حلقه البرنامج الرئيسيه، اي برنامج في اي مايكرو كنترولر في عندي حلقه برنامج رئيسيه تقوم هي حلقه لا نهائيه او البيزك لوب، تقوم باستدعاء الروتينات الثانيه اذا كانت لا تعتمد على المقاطعه تعتمد على نظام البولينج. بعدين بجيب البلوكات وبساوي لها انتجريشن. مثل ما شايفين البلوكات في اللون الاصفر هي عباره عن هاردوير ديبندنت، هي بلوكات مرتبطه في الهاردوير، بينما البلوكات في اللون الازرق او البنفسجي هي اندبندنت، تمام. وفي عندي عمليات بين هاي البلوكات في المستقبل اذا احتجت اغير الشريحه احتاج الى تعديل فقط بسيط فقط في البلوكات الصفراء، بين البلوكات الثانيه ممكن استخدمها بشكل مباشر بدون اي تغيير اذا عملت نفس لغه البرمجه. طبعا الان انتليجنت امبيدد سيستم، انا حابب انه اورجيكم هذا الفيديو مشان تاخذوا فكره شو هو معناته انتليجنت امبيدد سيستم. مفهوم الانتليجنت هو ادخال الذكاء على الانظمه المدمجه بحيث انه هي الانظمه تصبح انه ذكيه قادره على العمل بنفسها وادابتيف، بحيث انه بناء على المتغيرات وبناء على الظروف المحيطه فيها ممكن تقوم باصدار اوامر تحكم محدده. شركه امازون السنه الماضيه تقريبا طلعت شيء اسمه درونز فور ديليفري، هو عباره عن اوكتوكوبلر. هذا الاوكتوكوبلر بيقوم على توصيل الباكج من الستور تبعت امازون، بتعرفوا شركه امازون مشهوره، بحيث انه الوقت الباكج ما يكون يتجاوز 2.5 كيلو جرام وتوصله للكاستمر خلال 30 دقيقه. هلا انا بالعاده لما بدي اشتري باكج بدي اشتري اي شيء من امازون، اذا عندي خدمه برايم فالبرايم ممكن يوصل لي الباكج خلال يومين. اذا ما عندي خدمه برايم ايصال الباكج بيطول بين 5 الى 8 ايام، بينما هون انا ممكن اوصل لك باكج خلال 30 دقيقه. واو. طيب شوف الفيديو. طبعا هذا صوره الاوتوكوبلر اللي مثل ما شايفين هو عباره عن 8 مراوح. هذا الستور تبع شركة امازون عبارة عن باكج صغير بنحط فيه اقل من 2.3 كيلو جرام وبيمشي على السير الناقل. طبعا اكيد في شريحه تعريف ار اف اي دي مشان تعرف العنوان والادرس بحيث انه يقرا الاوكتوكوبلر، تمام، الاوكتوكوبلر تقبض عليها تقرا التعريف الموجود على الشريحه. انا بتصوري هيك انه في ار اف اي دي مشان تاخذ العنوان والكوردينيشن الى ما هنالك، وبتاخذ الباكج وبتطير.
لما بتصل للادريس بتحط الباكج الموجود وبترجع للستور المحل اللي اجت منه. هذا كل شيء بيتم بشكل ذاتي، لا يوجد احد يتحكم فيها، بتروح ترجع بشكل ذاتي، فهناك ذكاء في هذه العمليه. طب رح نحكي هذا الشيء بالتفصيل حاليا. طيب شو هو البيزك ستراكشر لهيك نظام؟ اذا بدنا نحكي شو هي المدخلات والمخرجات الموجوده في هذا النظام. في عندي مجموعه من السنسرز، طبعا في عندي مثل ايش السنسر تتوقعوا، في عندي انفايرمنتال سنسر، هي حساسات بتقيس الحراره، الضغط، الارتفاع، الزاويه، مثل فيه جايروسكوب اكيد، فيه اكسلوميتر، فيه ماجنانوميتر، هي جي بي اس، هي كلها عباره عن حساسات. تمام، بعدون في عندي انبوت كونديشنينج سيركت، هي عباره عن دارات ملائمه، الحساسات بعضها تشابهي، والكنترولر هو عباره معالج رقمي من هي لا يتعامل مع الاشارات التشابهيه، اصفار ووحدات. ففي عندي دارات الملائمه اللي بتحول مستويات الجهود وبتقوم على تحويل الاشارات التشابهيه الى رقميه، ثم تدخل الى المعالج الاساسي، الكنترولر الاساسي اللي يقوم بمعالجه هذه الاوامر. بعد الكنترولر الاساسي راح يصدر المدخلات ويحولها لاوامر. هاي الاوامر راح تطلع على شيء اسمه output signal conditioning. الاوتبوت سيجنال كونديشنينج راح تروح للاكتويترز، الاكتويترز عباره عن المحركات الموجوده، فالمحركات تحتاج الى دارات، على سبيل المثال دارات تحكم بهذه المحركات، فتحتاج الى اتش بريدج على سبيل المثال، فبالتالي هي عباره عن سيجنال كونديشنينج، فبتحول اشارات التحكم لاشارات باور، فبتشغل الاكتويترز، فبالتالي ممكن يكون في عندهم ديجيتال تو انالوج كونفرتر، ممكن يكون في عندي او بي امس مضخمات عمليه، ممكن يكون في عندي فلاتر فلترات، ممكن في عندي فولتج ترانسليتر يحول لي مستويات الجهود، غالبا هي المحركات تشتغل على 12 فولت، الكنترولر بيطلع اشاره تي تي ال، ما بيطلع لي اشاره المطال تبعها 12 فولت. بعدين في عندي حلقه تغذيه عكسيه مشان اتاكد انه من اجل دخل معين انا عمال بحصل على خرج معين، فانا اذا ما بحصل على خرج معين فانا بحتاج اعدل اشاره التحكم واصلح واصحح، فبالتالي صار في عندي كلوز لوب، صار في عندي حلقه مغلقه. طيب خلينا نحكي اذا بدنا نصمم هذا النظام شو هي مراحل التصميم، اذا نسوي نعكس مراحل التصميم اللي قمنا بدراستها من شوي على هذا النظام. اول شيء في عندي البروبلم ديفينيشن، شو هو الاوبجكتيف من تصميم هذا النظام، ليش امازون بدها تصمم هذا النظام؟ لانه هي عباره عن مرحله تسويقيه، ممكن الزبون يحتاج الى باكج بشكل سريع، فليش يعني انا ما اامن له هاي المهمه، وبالتالي انه كلنا بدنا يوصلنا الباكج لما بدنا نكبس الزر من هون يكون الباكج عندي اياه بعد 30 دقيقه، اوه هذا شغله كثير كويسه. فبالتالي الاوبجيكتيف تبعهم للبروبلم تبعيته كثير قوي، في عنده اوبجيكتيف كثير قوي. بعد ما يسوي البروبلم ديفينيشن انه انا بدي اوصل الباكج وزنه كذا باقل زمن ممكن لانه في حجم طلب كثير كبير، بيبلش باك جراوند سيرش، شو هي الامكانيات اللي انا ممكن اوصل فيها باكج خلال 30 دقيقه؟ ممكن استاجر طياره هليكوبتر، حل صح؟ هو حل، لكن اوكي مو افيشنت. ممكن ايش اعمل؟ ابعته بمكوك فضائي كمان مو حل، عرفت شلون؟ فانا بدي الاقي افضل حل، ممكن ابعته بسياره بس او ستور بعيد عن السياره مستحيل يوصل ب 30 دقيقه. طيب شو هو الحلول اللي انا متوفره قدامي؟ اذا بعته بالشحن فهو سياره او طياره، لبين ما يروح الباكج ويصل له كليرنس ويروح على المطار ويطلع من المطار وينزل ويتفضل وينتقل وقت طويل. فالحل الوحيد انه يكون في عندي الجو، انه انا انقله في الجو بحيث باقل التعقيدات الممكنه. فشو التكنولوجيا الحاليه الموجوده؟ في عندنا هدول الطائرات البسيطه اللي هي ممكن تطير بشكل ذاتي. فهون عرف المشكله وسوى الباك جراوند سيرش، في حدا حل هي المشكله من قبل؟ كيف حلوها؟ هل الحل اللي وصلوا له امثلي؟ اذا ما هو امثلي انا كيف ممكن استفيد من الحلول اللي هن وصلوها؟ هذا هو الباك جراوند سيرش. تمام، طيب هل الحل اللي هن وصلوا له ممكن يحقق لي الهدف تبعي بشكل امثلي؟ لا. طيب انا كيف ممكن ابني على الشيء اللي هن وصلوا له؟ فهذا كله انا ممكن اعرفه من الباك جراوند سيرش. المرحله اللي بعدها ديفاين ذا ريكويرمنتس اند ليميتيشنز والاوبستكلز، طبعا راح نشوفهم شو هي متطلبات النظام. لازم يكون بشكل ذاتي، لازم يحسن يمسك باكج وزنه 3 كيلوغرام، لازم يكون موثوق، لازم يكون في ويجن سيستم، لازم يكون يمكن يصل لمسافه بعيده عن الستور على سبيل المثال 100 مايل، لازم يمشي بسرعه لا تقل عن، اذا كان في عندي مسافه 100 مايل يمشي بسرعه لا تقل عن 200 مايل بير اور مشان يحسن يوصل لي الباكج خلال 30 منت، الى ما هنالك. واروح احط الريكويرمنتس كلها الموجوده عندي،
بشكل منطقي. بعد بحط السيستم ليميتيشنز، شو هي الليميتيشنز اللي انا موجوده عندي للسيستم؟ انرجي بادجت، لان هذا النظام راح يشتغل على البطاريه، الطياره راح تطير، محركات راح تستهلك استطاعه كثير كبيره، فانا استهلاك الطاقه لازم اخذه بعين الاعتبار، فحجم البطاريه راح ياثر كثير على الانرجي بادجت. كومبيوتيشنال ريسورسز، الكنترولر مشان يحسن يسوي عمليه تنظيم وقراءه الدخل واخراج عمليات وانتاج عمليات خرج، بحيث انه يحافظ على نظام مستقر ستيبل. طيب شو هو الكمبيوتيشنال بيرفورمانس اللي انا بحتاج له؟ فانا لازم احدده. كيف رح يكون شكل النظام النهائي؟ لازم احدده. اذا انا بدي اتحكم بهذا النظام وايرلس، او بدي اسوي له مراقبه عن بعد، فهو فيه كاميرا، فيه فيجن سيستم، عمال ببعث الفيجن سيستم من خلال قمر صناعي، من خلال وايرلس، وات ايفر. شو هو المجال اللي انا ممكن احطه؟ شو بتحطوا كل السيستم ليميتيشن؟ ممكن يطلع معي قائمه 3 4 صفحات، بس هون عم بعطي انا بشكل مثال. اوبستكلز، ممكن يحصل في عندي انا مشاكل. اي طبعا، بدنا مثلا الاف اف اي، الفيدرال افيشن ادمنستريشن بيرميشن، وهي عباره عن وكاله الطيران الفيدراليه، هل راح تسمح لي انه انا استخدم المجال الجوي مشان اوزع طرود؟ هذا سؤال، هذا سؤال كثير هام، لانه بصير ما يسمحوا لي، كل شيء متوفر وسهل بس ما يسمحوا لي. حاليا ب 2015 سمحوا لي الامازون يستخدموا المجال الجوي من اجل توزيع طرود. هاكينج اند هاي جاكينج، انا ممكن شخص يجي يخترق نظام اشاره التحكم تبعيتي، ممكن يسوي خطف لهذا السيستم، ممكن طياره تكون عم بتطير، ممكن انا اخترق الاشاره تبعت هاي الطياره وابعث لها اوامر اخليها تهبط واخذها. حق كثير كبير اكسترا. شو هي هاي المشاكل؟ لازم احطها كلها في عين الاعتبار مشان الاقي لها حلول في المستقبل. سيستم اركيتكتشر اند بلاننج، فبروح بجي بشوف انه هذا النظام انا راح احتاج لمجموعه من الحساسات في الدخل، راح احتاج للجيروسكوب، راح احتاج للاكسلوميتر، راح احتاج للماجنوميتر، راح احتاج للجي بي اس، راح احتاج لنظام تحكم لاسلكي الى ما هنالك. بالخارج راح احتاج لاكتويترز، دارات تحكم في المحركات، المحركات هي الاكتويترز، وراح احتاج لدارات تحكم باور ستيجز عشان اتحكم في المحركات، فبحطها كلها كبلوكات لانه هذا عباره عن مخطط صندوقي للنظام. بعدها بجيب النظام، شو انا بحتاج؟ بحتاج مثلا لهدول الحساسات، بشوف شو الحساسات الموجوده في السوق، كيف ممكن انا اربطها؟ من خلال اي سكوير سي انترفيس، تمام؟ فبالتالي انا لازم ابني درايفرات مشان قياده هاي الحساسات، فلازم الكنترولر اللي بدي اشتريه او اختاره للنظام لازم يكون فيه نافذه اي سكوير سي انترفيس، بحيث ان انا احسن اربط الحساسات. شو بدي كمان؟ الموديول تبع الوايرلس هو عباره عن بي دبليو ام، فانا لازم يكون كنترولر فيه بي دبليو ام، فبروح احط كل هاي البارامترات اللي انا راح احتاجها، راح احتاج لبي اي دي كنترولر، مشان ايش؟ مشان الاستقراريه تبع النظام، فراح يقرا الجيروسكوب الوضع تبع الطياره، روح يولد لي اشارات خارج بحيث انه الطياره تضل مستقره، ما يصير فيها اي اهتزازات الى ما هنالك من الوظائف. فببني سيستم اركيتكتشر، بشوف شو هي الحساسات، بحدد شو هي النوافذ اللي انا راح احتاجها، فبالتالي انا راح اعرف انه راح احتاج اي سكوير سي، راح احتاج انه لو ديجيتال كونفرتر، راح احتاج كذا وكذا وكذا، فانا ممكن اقول انه الكنترولر الفلاني او المايكرو كنترولر الفلاني او السيستم اون تشيب الفلاني هو راح يحقق لي الهدف اللي بدي اياه، لانه فيه كل هاي النوافذ الاتصال اللي انا بحتاجها. فبالتالي البلوكات اللي شايفينها فوق والبلوكات تحت هي عباره عن حساسات، بينما هذا هو الكنترولر وهذا هو البس تبع الكنترولر مشان يرتبط مع وحدات خارجيه. بنتقل بقى للمرحله اللي بعدها للموديلنج. هون انا في عندي كنترولر، فانا بحتاج اسوي استقرار للنظام، لازم اصمم هذا الكنترولر، لازم اعرف البارامترات تبعيته الى ما هنالك، فببلش بسوي موديلنج. مثل ما قلت لكم ما كل الانظمه تحتاج الى موديلنج، فبالموديلنج بستخدم برنامج الماتلاب. واحد من الانظمه ممكن استخدم لافيو مشان الموديلنج، الى ما هنالك من الانظمه ممكن تساعدك على في الموديلنج، وغالبا الموديلنج هو عباره عن عمليات تحكم ونمذجه. المرحله اللي بعدها هو الهاردوير ديزاين. حددت المتطلبات، حددت السيستم اركيتكتشر، صممت، سويت موديلنج للسيستم، صممت الكنترولر، شفت بالسيموليشن الاداء تبع النظام كيف راح يصير، فصار في عندي انا الموديل الرياضي جاهز، صار في عندي المتحولات جاهزه، فببلش شو السنسورات اللي انا بحتاجها، بروح بجيب الموديولات الجاهزه الاوف ذا شيلف بجيبهم، بجيب الكنترولر اللي انا ممكن او كنترولر قريب من الشيء انا راح استخدمه في النهايه، وببلش بساوي الهاردوير ديزاين. فبجيب الكنترولر، بجيب اول سنسر، ببني الدرايفر تبعه او الفيرموير تبعه. مجرد ما صار جاهز بجيب السنسور الثاني بربطه مع الكنترولر، ببني الفيرموير تبعه، الثالث الرابع الخامس السادس، لبين ما اخلص كل السنسورات. بعدين هلا صار في عندي، قبل ما ننتقل، في عندي هون هاردوير ديزاين سيلكشن كريتيريا.
كيف انا ممكن اختار الهاردوير للديزاين. طب انا في عندي معايير اساسيه لما رحت اصمم النظام، حطيت لهي المعايير: الباور كونسبشن، الكوست، الويت، البرفورمانس، هالشغلات كلها. هذا طيب هي على ايش بتنعكس؟ بتنعكس على سيستم كومبوننتس، الكومبوننتس موجوده في النظام. فانا ممكن اشتري جي بي اس ب 10 دولار، وممكن اشتري جي بي اس ب 300 دولار، تمام؟ فبالنهايه صار في عندي شغلتين: الكوست فيرسس الاكيوريسي، السعر مقابل الدقه. الجي بي اس اللي حقه 10 دولار بيعطيني اكيوريسي، دقه على سبيل المثال 5 متر، الايرور ضمن 5 متر بيعطيني يعني اقل شيء 5 متر، بينما الجي بي اس حقه 200 دولار بيعطيني اكيوريسي متر ونص. فانا هل احتاج لهذا البوزيشننج اكيوريسي ولا ما راح احتاجه؟ فهي كلها متحولات ومتغيرات لازم احددها. فبالتالي على سبيل المثال خلينا نحدد الوايرلس داتا ترانسيفر موديول، بروتوكول الموديول المخصص عن التحكم اللاسلكي في الطياره. فبجي بحط معايير لهذا الموديول. اول شيء بيهمني انا كثير انه هذا النظام راح يشتغل على بطاريه. فاهم شيء عندي انا بالنظام، انا برتبهم حسب الاهميه تبعيتي: رينك 1 الباور كونسبشن، استهلاك الطاقه، تمام؟ هل استهلاك الطاقه لهذا الموديول يحقق الهدف؟ بروح بدور على كل الموديولات الموجوده. ففي عندي موديول بيستهلك 1 ملي امبير، في عندي موديول بيستهلك 10 ملي امبير، في عندي موديول بيستهلك 100 ملي امبير. فبختار الموديول اللي بيحقق استهلاك الطاقه المناسب لي. بعدون داتا ترانسفير سبيد، في موديول ممكن يبعث لك سرعه نقل بيانات بسرعه على سبيل المثال 1 كيلو بيت، ممكن في واحد بيعطيك 1 ميجا بيت. فانا لازم احدد شو هو الداتا ترانسفير سبيد راح احتاجه، هي كلها محدده بالسيستم ريكويرمنتس. بعدين في عندي الاوتو كونفيجريشن، هل انا راح احتاج اذا كان في عندي اكثر من موديول وايرلس انه يساوي كونفيجريشن مع بعضهم بشكل ذاتي، بحيث انه كل واحد يعطي ادرس ويصير في عندي مش نتورك شبكه بيناتهم؟ اذا بدي اياه لازم احطه. الكوست، هل سعر الموديول مناسب ولا ما مناسب؟ فلازم احطه. السايز، اذا انا بدي اصمم نظام على سبيل المثال قد حجم الكف، فاذا كان الموديول ممكن يحقق جميع ما تقدم، الباور والداتا ترانسفير والاوتو كونفيجريشن والكوست، لكن حجمه كبير ففي النهايه ما بيحقق لي. فلازم ادور على حل اللي بيحقق جميع المتطلبات بشكل يعني رياليستيك، يعني مو شرط تلاقيهم كلهم بالضبط، لكن اقرب ما يكون الى الحل الانسلي. موديول الجي بي اس على سبيل المثال، لما بدي اختار ايش بيهمني اكثر شيء بالجي بي اس بالنسبه للبوزيشن والتايم اكيوريسي، هو رينك 1، تمام؟ فانا بدور على موديول البوزيشن والتايم اكيوريسي تبعه دقيق. بعدين بدور على باور كونسبشن، وموديول جي بي اس ممكن يسحب من 15 ملي امبير، نحن طالعين تقريبا 50 ملي امبير، فانا شو الباور كونسبشن اللي بينزل لي؟ بعدين نمبر اوف اكوزيشن شانل، هذا له علاقه بالاكيوريسي، ممكن يكون الاكوزيشن شانل تبعيته من 36 ل 100 شانل، فانا بدي احدد. بعدين الكوست والسايز نفس المبدا تماما، بمشي بهي المعايير لكل الموديولات اللي انا اخترتها، لكل الموديولات اللي انا اخترتها واحد ورا واحد. فبختار النظام. فانت بالتالي عم بتدور 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 بتدور، ممكن تلاقي 50 موديول جي بي اس، من هال 50 موديول جي اس تختار واحد هو هذا اللي بيحقق الهدف اللي انت بدك اياه، يعني. تمام. بعدين بساوي الهاردوير انتجريشن، بعد ما بنيت الموديولات وبنيت لكل واحد درايفر تبعهم، بروح بربطهم مع الكنترولر الاساسي وبروح بحطهم كلهم كنظام واحد. بعد ما حطيتهم كلهم كنظام واحد ببلش بالسوفت وير ديفلوبمنت والسيستم انتجريشن. طبعا السوفت وير حكيت عنه انه بنبني الكود تبعه. نحن في مرحله الرابيد بروتوتايبنج انت ما في عندك هاردوير ديزاين وهاردوير انتجريشن. ليش؟ لانه الهاردوير ديزاين انت تروح تصمم الكومبوننت على السيركت بورد، والهاردوير انتجريشن تروح تجمع كل البلوكات وتحطهم على سيركت بورد وحده، لكن انت عم تستخدم موديولات جاهزه، فهي بتوفر عليك مرحلتين اللي هي الهاردوير ديزاين والهاردوير انتجريشن. ايش المرحله اللي بعدها اللي هي السوفت وير ديفلوبمنت؟ احنا صممنا الفيرم وير لكل واحد من هاي الموديولات بشكل مستقل، واعتمدنا مبدا الموديولار ابروتش، نفصل الموديولات حسب الفانكشن الوظيفي. فصار في عندي انا درايفر للموديول، مثلا على سبيل المثال حساس السرعه، وبقلب هذا الدرايفر في عندي سب روتينات وظيفيه. بعدها ببلش بسوي سيستم انتجريشن، بجيبها بربط كل الموديولات مع الكنترولر الرئيسي، بجيب الدرايفرات لكل الموديولات بحطها ضمن برنامج واحد وبستدعيها حسب الوظيفه تبعيتها في الوقت اللي بيناسبها، بساوي سيستم انتجريشن. المرحله اللي بعدها فببلش بساوي السيستم تيستينج اند ديباجينج، فببلش بختبر النظام. راح تطلع معي مشاكل، مستحيل من فيرست بروتوتايب انه تعمل نظام، مستحيل، تمام؟ فبالتالي راح يطلع معك مشاكل، بتحطها
كل المشاكل طلعت معك تسوي تيستينج تحطها. مثل ما حكينا التيستينج على مرحلتين، فانكشنال تيستينج موديول موديول، وظيفه وظيفه، بعدين بختبر النظام ككل، بطلع معي مشاكل، هاي المشاكل بحطها بروح بسوي ريفاينمنت. وين برجع؟ برجع للستيج 5. للستيج 5 هلا لبين ما يصير عندي البروتوتايب. اوكي البروتوتايب حقق الهدف المطلوب وهو عمال بيشتغل بطريقه سليمه to the best of my knowledge 100%. طيب هلا وين دارت للمرحله اللي بعدها؟ بدي اسوي البروتوتايب النهائي، الفاينل بروتوتايب. فهلا if yes go back to stage 5. ما في داعي ترجع stage 1 و 2 و 3 لانه انت الريكويرمنت كلها محدده، ترجع لستيج 5. هلا ستيج 5 انا بنيت الهاردوير ديزاين، هاردوير ديزاين في المرحله الاولى جبت موديولات جاهزه، ما عملت شيء طاوله، لا بنيت سيركل بورد ولا عملت شيء، جبت موديولات جاهزه وصلتها مباشره مع بورد على سبيل المثال اوردينو او وات ايفر، وصلتها وبنيت، بلشت ابني الدرايفرات سوفت مباشره. بلشت فلو وقفت عند مرحلة تصميم دارة مطبوعة وطباعة الدارة المطبوعة وحيم العناصر وصار في عندي مشكلة قصر وما قصر وفحص سوي ترابل شوتينج للهاردوير وضيع لك عليه أشهر، هاي المرحلة كلها تجاوزتها. فببلش بقى بروح بجيب الكومبوننتس اللي أنا اخترتها كانت موجودة على موديولات جاهزة، فبجيب هاي الكومبوننتس كلها بجمعها وببلش بروح ببني الهاردوير تبعي، فببني بلوك بلوك. بس بدك تنتبه في التطبيقات، الله بالنسبة لكم في سوريا ما تشتروا عناصر من السوق موجودة، ما بتعرفوا ايش عمال بيصير، بس لما تشتروا بشركات وعلى مستوى عالي لما تروحوا تختاروا عنصر بتكون تنتبهوا انه هذا العنصر supported. مثل هذا العنصر على سبيل المثال DS2423 عم بيقول لك انه this product is not recommended for a new design، انه هذا absolute خلاص ما عاد الشركة تصنعه واوجدوا عنصر جديد. فبيقول لك انه هون انه ايش هو البديل تبعه اللي انت ممكن تروح تستخدمه، فلما تختار عنصر انتبه انه هذا العنصر يكون سبورتد. ايش معناته سبورتد؟ انه هذا راح ينزل الابلكيشن نوت، راح يكون عم تصنع على مدى طويل. يعني انت صممت النظام تبعك، سويت البروتوتايب تبعك، تصور انه اكتشفت انه بعده انت واحد من العناصر اللي صممتها على الدارة المطبوعه الشركه ما عاد تصنعه، فانت اخر 100 قطعه موجوده بالسوق اخذتها، فلما جيت للماس برودكشن بدك 10000 قطعه العنصر ما موجود، فكبيت كل الهاردوير ديزاين صممته والدرايفرات صممته لهذا العنصر. فهي شغله بدك تنتبه عليها لما تختار سوليوشن، لازم تتاكد انه هذا السوليوشن سبورتد فور لونج تايم. ننتقل هاردوير ديزاين، بلشت انا عم بصمم موديولر ابلوك بلوك بلوك. الجي بي اس سيركت شو هي؟ الكونديشنينج سيركت تبعيتها شو؟ بحتاج لمكثفات مشان ترشيح شو هو؟ الاقطاب لازم يوصل مع الباص حطيته، جبت مثلا بعدون دارة التحكم في المحرك الاول والثاني والثالث والرابع، صممت الدرايفر، صممت دارات العزل، صممت دارات الترشيح، صممت دارات التضخيم، حطيتهم ضمن بلوك، هي اسمها درايفر، درايفر بلوك. بعدين رحت جبت الحساسات، كل حساس من الحساسات سويت الكونديشنينج سيركت، دارات ملائمه تبعيته، وبنيتهم بلوكات كلها مع بعضها. بعد ما بنيتها بلوكات كل بلوك له قطب دخل تعريف، بروح بربطهم، ببلش بربطهم مع الاقطاب تبعت الكنترولر. في شغلات كتير مهمة في التصميم لما بدك تحكي على تصميم الأنظمة الحرجية أو تصميم الأنظمة اللي ممكن تشتغل على البطارية. إذا قلت لك أنا بدك تصمم نظام، هي كفكرة حبيت أحط لكم إياها، تصمم نظام، هذا النظام يفترض إذا حطيته في سليب مود، طفيت كل الوحدات المحيطية، ما يسحب تيار أكثر من 10 ميكرو أمبير. طيب تجي بتقول لي اوكي انا بطلع على الديفايس، اوكي بقول لي انه هذا انه لما بطفيه بحطه في السليب مود بسحب نص ميكرو امبير، هذا كذا 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 جمعتهم. تكتشف بعدون انه لما بتشغل النظام تبعك انه النظام عماله يسحب 1 ملي امبير. ليش؟ فبتروح تكتشف بعدين انه التسريب تبع المكثفات اللي انت حطيتها على الداره تبعيتك اكبر بكثير من استهلاك الطاقه في السليب مود لكل العناصر الموجوده. فلهيك لازم تعرف تنتبه حتى على مستوى العناصر الغير فعاله في الداره، انه كيف ممكن اذا وجود مقاومات، انت لا تنسى ان المقاومه بتسرب تيار، فهل عندي مقاومة في نقطة معينة بتسبب تيار؟ فأنا لازم ألاقي حل بديل، لازم أخذ بعين الاعتبار. المكثفات بتفرغ لحالها بتسأل التيار تسريب، لتيار تسريب، فلازم أنتبه عليه. ففي مكثفات خاصة على سبيل المثال طلع على تيار التسريب 0.001 سعة على في السعة بالنسبة للفولت، فتيار التسريب تبعه مهمل مقارنة مع مكثفات تانية بيكون 1 CV، فهو عبارة عن 10,000 ضعف. فبدك تنتبه لأصغر العناصر الموجودة عندك في السيستم لما بدك تكون
بتصميم نظام يعتمد، هو عبارة عن استهلاك الطاقة فيه أمر كثير كريتيكال أو إلى ما هنالك من الأمور. ما تستهون بأي عنصر موجود عندك. نفس الشيء بالنسبة للدقة تبعت المقاومات أو المكثفات، التوليرنس بيقول لك إنه 10% 15%، المكثفات ممكن يوصل التوليرنس ل 25%. فأنت إذا تصمم دائرة مرشح في مكثفات ومقاومات، فأنت بتحسب تردد القطع على سبيل المثال 100 كيلو هيرتز، بسبب الخطأ الموجود في المكثف والمقاوم يصير عندك تردد القطع 75 هيرتز، فأنت تخسر جزء كبير من الإشارة تبعيتك. فلازم تختار مكثف أو مقاومة يكون الدقة تبعيتهم يتناسب مع التطبيق تبعك. طيب بعد ما سويت الهاردوير ديزاين بلوك باي بلوك، تروح بتساوي الهاردوير انتجريشن. الهاردوير انتجريشن انه تجمع كل العناصر على برنتد سيركت بورد وحده، فبتصمم البرنتد سيركت بورد تبعيتك. طبعا ما رح نحكي بتصميم برنتد سيركت بورد لانه هذا امر بحتاج لكورس كامل، لكن بشكل اساسي لما بدك تصمم برنتد سيركت بورد هنتس كثير سريعه. اول شيء التغذيه بتحطها في منطقه وحده أبعد ما يكون عن العناصر الحساسة. النقطة الثانية، إذا كان في عندك عناصر تشابهية ورقمية بتحط التشابهية في جزء والرقمية في جزء، ما بتحطهم بنفس الجزء، بتخلطهم. يعني إذا كان في عندك ميكسد سيركت فبتبعدهم عن بعضهم. النقطة الثالثة، إذا كان تحتاج لدارة أكثر من طبقتين، فممكن تحط الطبقة التوب العلوية الأعلى شيء عبارة عن طبقة للتغذية فقط. ممكن تحط عفوا الطبقة العلوية هي طبقة مسارات تشابهية، الدارات التشابهية، الطبقة السفلية فقط للإشارات الرقمية. ممكن تحط الطبقتين الوسطيتين، وحدة لخط الأرضي وحدة للفي سي سي، فهم تحصل على دارة بكفاءة كثير عالية ولو هنالك. ودائما ما تترك مسارات، لما تكون بتصميم دارات ما تترك مسارات في زوايا حادة، لازم تكون مساراتك بزاوية 45 درجة أو أكبر، ما تترك زاوية قائمة 90 درجة او زاويه حاده. ما لازم يكون في عندي زوايا حاده او زوايا قائمه، مثل ما جي في لازم تكون كلها عباره عن زوايا بزاويه 45 وما فوق. طيب بعدهم انت في المرحله البروتوتايب، بالربط البروتوتايب صممت درايفرات. طيب انت بعد ما رحت سويت انتجريشن لهذا السيستم كلياته على الكنترولر تبعك، في شيء من العناصر اللي انت استخدمتها رح يحتاج الى تعديل بالسوفت وير؟ هي الستيج 7 اللي كانت قبل، هي السوفت وير ديفلوبمنت. اذا في بسوي، اذا ما في سوفت وير ديفلوبمنت بمشي للمرحله اللي بعدها. فببلش بقى بس انزل السيستم انتجريشن، صار في عندي البرنتد سيركت بورد جاهزه، طبعتها ولحمتها وجهزتها، صار في عندي الكود الرئيسي تبع المعالج بنزله، وببلش بختبر العمل تبع الداره بعد ما تجمع كل شيء على نظام واحد. فبدخل في مراحل الاختبار مره ثانيه من اول وجديد، بختبر موديول موديول، بعدهم بختبر على مستوى السيستم. هل الفاينل بروتوتايب تبعي حقق الهدف المطلوب منه وعمال بيأدي وظيفته 100% حسب ما وصلت؟ اذا حقق الهدف المطلوب منه بتنتقل بقى للمرحله اللي بعدها، هي الماس وبرودكشن. وهون بهي الحاله بيكون انت عملت 1 رابيد بروتوتايب، سويت بعدون سكند بروتوتايب، بعدون صرت بالماس برودكشن عم تصنع بكميات كثير كبيره. اذا ما حقق الهدف المطلوب منه وطلع فيه مشاكل بسوي ريفاينمنت، برجع وين عندي المشكله بالسوفت وير، برجع للسوفت وير بعدل وبمشي. عندي مشكله بالهاردوير، برجع للهاردوير بعدل، برجع بمشي في المراحل كلياتها كسايكل كلوب. طيب هلا المايكرو كنترولر سيلكشن كريتيريا. هلا المايكرو كنترولر مثل ما قلت لكم انه تقريبا 90% من البرودكت الموجوده في الماركت او حتى 95% بتعتمد على المايكرو كنترولر. تمام، 50% منهم هو عباره عن مايكرو كنترولر 8 بت، و50% عباره عن مايكرو كنترولر 32 بت 32 بت. طيب دائما بسأل سؤال، شو افضل مايكرو كنترولر 8 بت؟ الشغله ما هي عباره لويالتي، انه انا والله انا بحب بيج او بحب اتمل او بحب اي في ار او بحب موتورولا او بحب الشركه الفلانيه. لا، الشركه لها علاقه عن تقييم في يعني لازم يكون التقييم منطقي وغرضي. فبجي بطلع انا بحط، خلينا نسوي تقييم كثير بسيط. فلما بدي اقيم في عندي اساسيات لازم اقيم عليها. البنية الأساسية تبعت الـ AVR هي هارفورد، والـ BIC هي هارفورد، بينما 851 و HTC تبع موتورولا هو فون نيومان. تقنية النواة بـ AVR هي ريسك، والـ BIC هي ريسك، ونحن نعرف ريسك أقوى بكثير من السيسك. تردد التشغيل العظمي، استهلاك الطاقة أقل بكثير من السيسك. تردد التشغيل العظمي للـ AVR هو 20 ميجا، 851 24، BIC 20، HTC 11. للوهلة الأولى بتقول أوه 8051 تردد تشغيلها
24 ميجا هرتز، فهي بتشتغل على تردد اعلى، فيفترض يكون برفورمانس تبعها اعلى. لا، المساله ما هي بس التردد، المساله له علاقه من اجل تردد معين كم تعليم ممكن ينفذ. فبنزل لشيء شيء اسمه بالس بير مليون، نبضه لكل تعليمه، ميجا انستراكشن بير سكند. فبالتالي اي في ار من اجل كل نبضه يمكن ينفذ تعليمه واحده، بينما 8051 يحتاج الى 12 نبضه لتنفيذ تعليمه واحده، تعليمه اسمبلي واحده. نحن عم نحكي تعليمات اسمبلي هون، هي تعليمات الاساسيه للمعالج. البي اي سي يحتاج لاربع نبضات، الاتش سي 11 يحتاج الى 8 نبضات. طيب معناته اذا بدي احسب انا كم تعليمه ممكن ينفذ المعالج والبرفورمانس تبعه، فبرجع الاي في ار، فهو عباره عن 20، كل وحده تحتاج نبضه، فممكن انفذ 20. هذه هي غلط، بدها تصحيح. 20 مليون تعليمه بالثانيه، ميجا انستراكشن بير سكند. بينما لمعالجات 8051 هي تردد اعلى شيء 24، بحتاج ل 12 نبضه لننفذ تعليمه، فبالتالي هو بنفذ مليونين تعليمه فقط في الثانيه، تعليمه اسامبلي. بينما بي اي سي بنفذ 5 مليون، فونيومان بنفذ 1 مليون. عدد تعليمات الاسامبلي في هذا باعتباره انه هارفورد هو 132، هون 32، بينما هون فونيومان هو 200 215 بالاسامبلي. بس انا ما بهم انه يكون عدد التعليمات كبير بالاسامبلي، لانه انا عم بشتغل في لغه برمجه عاليه المستوى. لو ما بشتغل لغه برمجه عاليه المستوى بيهمني انه يكون عدد التعليمات كبير، لانه هذا بيسهل لي عمليه البرمجه. بي اي سي على سبيل المثال من 32 تعليم انت يفترض تبرمج كل الوظائف اللي انت بدك اياها. فبالتالي اذا بدك تسوي عمليه قسمه على سبيل المثال، فانت ما عندك عمليه قسمه بالاسمبلي في البي اي سي او بالاي في ار، بدك تعتمد على الشيفت، تستخدم تعليمات الازاحه مشان تسوي عمليه قسمه. بينما طالما بتشتغل في لغه برمجه عاليه المستوى فانت الميدل وير مبنيه، فانت ما بتهمك، فالامر سهل، هو سيان للكل. حجم ذاكرة البرنامج الأعظم اللي أنا ممكن أشوفه بمعالجات AVR 256 هو أكبر من أي معالج تاني، وهي بتسهل لي إنه أنا أبني برنامج كبير نسبيا. عرض ناقل التعليمات اللي هو الـ Instruction Bus مو الـ Data Bus هو 16 بت، هو أكبر من كل هدول المعالجات الأخرى. فبالتالي إذا كان في عندي تعليمة في طول 16 بت، فأنا ممكن أنقلها في نبضة آلية واحدة، فبالتالي البرفورمانس تبعه اعلى. فانا بشكل واضح بالنسبه لي بطلع هيك، او يعني اي في ار انا رح اروح مع اي في ار. بس في فاكتور ثاني ممكن ياثر علي، انا بصلني 10000 قطعه. طيب معالج اي في ار شو سعره؟ 58 شو سعره؟ بي اس سي شو سعره؟ اتش سي 11 شو سعره؟ من اجل خصائص متقاربه، فهذا باخذه بعين الاعتبار. النقطه الثالثه، انا عندي محيطيات عمال ترتبط مع المايكرو كنترولر، هل معالج اي في ار فيه النوافذ اللازمه لحتى انا اربط هاي المحيطيات ولا ما فيه؟ هذا لازم اخذه كمان في عين الاعتبار، الميزات اللي بقدم لي اياها هذا المعالج. النقطة الرابعة والأهم من كل هذا الشيء، هل يوجد سبورت لهذا المعالج ولا بعد 5 سنين راح ينقرض؟ هل يوجد أدوات بتسهل لي برمجة هذا المعالج، ولا أنا لازم أصرف سنة كاملة عمال بحاول أطور كود على أدوات تقليدية جدا جدا؟ هل يوجد ريسورسز، ليرنينج ريسورسز موجودة أونلاين أنا ممكن أستفيد منها أتعلم برمجة هذا المعالج، ولا أنا لازم أبحث في سراب؟ فهي كلها فاكتور لازم تاخذ في عين الاعتبار. طيب هلا اضافه لمعالجات اي في ار طلعت سيريس جديده، هي السيريس اشتغلت عليها من فتره ادهشني البرفورمانس تبعها، فحبيت كمان اقدم لكم اياها. طلعوا عائله اسمها اكس ميجا 8 بت ام سي يوز، هي بالحقيقه 8 بت كداتا باس و16 بت كادريس باس، لكن المحيطيات اللي موجوده على هاي المعالجات والطريقه المبنيه هاي المعالجات تشابه معالجات 32 بت. اضافه الى هيك انه هي بتشتغل على تردد 32 ميجا هرتز، فممكن تنفذ 32 مليون تعليمه في الثانيه. اضافه الى هيك الى نمط اسمه اوفر كلوكينج، فهي ممكن تشتغل على ترددات اعلى بكثير من 32 كيلو هرتز في هذا النمط اللي هو عباره اوفر كلوكينج، لكن استهلاك الطاقه رح يكون كثير كبير. بنمط العمل الطبيعي تبعها استهلاك الطاقه بالبيكو امبير، فهي اول معالجات 8 بت بيكون استهلاك الطاقه تبعها بالبيكو امبير، في لما بتكون في سليب مود او الباور داون مود. طبعا من خلال هذا اللينك فيكم تطلعوا على المواصفات تبعت هاي المعالجات، لانه تستحق يعني انه واحد يتعلم ويشتغل فيها وتعامل معها كثير بسيط. طالما انت النقل بين معالجات العائلات الميجا للاكس ميجا ما صعب، الامر بسيط كثير. حاليا معالجات 32 بت، متى نحتاج معالج 32 بت؟ متى نحتاج معالج 8 بت؟ طبعا معالج 32 بت معناته الداتا بس عندي صار 32 بت. لما بيكون في عندي عمليات معالجه بالفاصله العشريه، فانا بحتاج لداتا بس ب 32 بت، لانه بنعرف نحن الفاصله العشريه هو فلوت او دبل، فهو اما 32 بت او 64 بت. لما بروح استخدم 8 بت لحتى انقل متحول بطول فلوت، فبحتاج لاربع انقله على اربع مراحل، بينما معالجات 32 بت فانا بنقله بمرحله واحده. ايضا اذا احتجت لريل تايم اوبريشن سيستم،
فانا بحتاج لمعالجات 32 بت لانه بتمكنك انه تنزل معالجات، تنزل ريل تايم اوبريشن سيستم. ايضا اذا كان في عندي الفانكشن تبعي او السيستم تبعي فيه عمليات ريل تايم كثير بتحتاج لريل تايم كثير واحتاج لسرعه كثير عاليه، فانا ممكن استخدم معالجات 32 بت، لانه اعلى تردد انا ممكن احصل عليه بمعالجات 8 بت مثل شفنا الاكس ميجا هو 32 ميجا هرتز، فانت ممكن تنفذ 32 مليون تعليمه، بينما في معالجات 32 بت مثلا بختلف حسب العائله، يعني ممكن تحصل من تردد 48 ميجا هرتز وانت طالع لل 800 ميجا هرتز معالج 32 بت، فانا هون صار البرفورمانس عندي اعلى كثير. طيب شو هي افضل معالجات 32 بت؟ المساله هنا لا تستدعي ابدا المقارنه مع اي شيء، افضل معالجات هي معالجات ARM بالنسبه للامبيدد هي الكورتكس ام، الكورتكس ام في لها مجموعه من العائلات ام 0 ام 1 2 3 الى ما هنالك. طبعا ليش شركه ARM؟ شركه ARM هي اكثر واشهر الشركات التي تقوم بتصنيع الكور تبعت معالجات ARM الكورتكس ام. طبعا هذا الكور صار له لايسنس لاكثر من 175 شركه بارتنرز، تمام؟ فهي الشركات بتروح تشتري هذا الكور لايسنس من شركه ARM، بتروح تبني محيطيات على هذا الكور. النقطه القويه هون انه طالما صار في عندك الكور تبع المعالج ستاندرد، فانت صار فيك اذا كتبت كود لمعالج من شركه 32 بت من شركه اس تي ام، فانت فيك تبدله بمعالج ثاني من شركه فيري سكيل بتغيير بسيط جدا 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 في الكود، فصار في عندي ستاندرايزيشن، صار في عندي هون ستاندرد خاص بهي المعالجه، فانت ما بتحتاج تغير السيستم تبعه بالكامل مثل لما كان في عنا اي في ار وبي اي سي. اذا انت عم تبرمج بي اي سي وبدك تنتقل للاي في ار، فانت كبيت كل شيء بالبي اي سي وبلشت من جديد بالاي في ار عم تتعلم، بينما هون الكور نفسه، الانستركشن سيت نفسها، البنيه نفسها، كل شيء نفسه، الدرايفرات بس بتروح بتحمل درايفرات الشركه الفلانيه بدل درايفرات الشركه الفلانيه، وتعديل بسيط في المين كود تبعك بصير نقله كامله. اضافه الى هيك رح نحكي عليها بعدين. طبعا مثل ما نشوف هون الكورتكس كورتكس ام بروسيسور، في عندي الام 0 فهو مخصص من اجل تطبيقات الاداء تبعه بسيط، في عندي بعدون الكورتكس ام 0 بلس، ام 3، ام 4، ام 7، ونحن طالعين بيختلفوا عن بعضهم بالبرفورمانس، بيختلفوا عن بعضهم بالبرفورمانس. يعني وصدق او لا انه انت اذا تعلمت على اي واحد من هدول فانت راح تبرمج الكل، فانت اذا تعلمت على الاكبر فانت بسهوله راح تبرمج كل الاصغر، لانه الاكبر هو الاشمل الذي يحتوي على جميع المحيطيات والوظائف، وهو وظائفه تكون اكثر شيء متقدم ومعقد. مثال نمط التايمر في معالج ام 0 على سبيل المثال فيه 10 انماط، في ام 7 فيه 30 نمط، فيه انماط زائده تعطيك خيارات اضافيه لتطبيقات خاصه، فانت اذا تعلمت الاكبر فانت بتعلم بالنهايه الاصغر، فممكن تحتاج لهذا الشيء. اشهر الشركات اللي بتعتمد معالجات اي ار ام، نحن قلنا انه مسويين لايسنسنج لاكثر من 175 شركه، في عندكم انالوج ديفايسز، اتمل، حتى اتمل بلشت تشتغل معالجات اي ار ام، مع انه اتمل عندها الكور الخاص فيها اي في ار وكور خاص باتمل، فبلشت تشتغل معالجات اي ار ام، سامسونج، برودكوم، سايبرس، الى ما هنالك من الشركات الاخرى. لكن من اقوى هذه الشركات واشهرها واكثر انتشارا والادوات تبعيتها تعتبر الاسهل من اجل تصميم وعندها اكبر عائله من المتحكمات هي شركه اس تي ام. السبب انه شركه اس تي ام التمويل تبعها هو من الاتحاد الاوروبي، فانت اذا بدك تشتغل معالجات ARM 32 مباشره خذ معالجات اس تي ام 32، ومثل ما قلت لكم انه اذا اشتغلت معالجات اس تي ام 32 وردت تنتقل لمعالجات من شركه ثانيه الامر بسيط جدا جدا جدا، لانه في عندي ستاندرد كلهم عمال بيشتغلوا كور تبعهم اي ار ام، لكن عم بيختلف ايش عندي؟ عم بيختلف عندي التوزيع تبع المحيطيات، عم بيختلف عندي شكل المعالج من فوق. طيب بالنسبه لشركه اس تي ام في نقطة تانية قبل ما انساها، انه انت لما بتاخذ معالج مثلا بيعتمد كور ام 0 من اس تي ام، فرح تلاقي معالج نظير بركب محله تماما من شركة تانية من عم تعتمد الكور ام 0 الكورتكس ام 0، فهون كمان صار في عندي انه ممكن يركبوا محلات بعضهم المعالجات، فانا ما بحتاج اغير دار المطبوعه كلياتها، ففك معالج بركب معالج من شركه ثانيه، بنزل درايفر تبع الشركه الثانيه، شغل كومبايل خالص انتهى الموضوع. بالنسبه لمعالجات شركه اس تي ام فعندهم هي عندهم مجموعه من العائلات، عندهم ال 0 طبعا هو المقارنه هون بين البرفورمانس بين حجم الذاكره الموجود، مثل ما بتشوفوا اقل معالجات هي اس تي ام 32 ال 0، ال هو اختصار للو باور، انه هي ممكن تشتغل على تطبيقات كثير بسيطه، فتشتغل على 32 ميجا هرتز مثل ما شايفين. اعلى شيء في عندهم معالجات اس تي ام اف 7
ممكن تشتغل على 200 ميجا هيرتز، قادرة أن تنفذ 428 مليون تعليمة بالثانية. 428 مليون تعليمة بالثانية. طبعا إذا اشتغلت على أي واحد من هدول، كل عائلة مخصصة لتطبيقات محددة، مثل ما شايفين هون الترا لو باور، إذا عندي التطبيق عندي لازم يكون استهلاك الطاقة تبعه كتير 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 منخفض، فأنا ممكن أخذ من هاي العائلة. طبعا بيختلفوا عن بعضهم هون في التردد، 32 ميجا 32 ميجا 80 ميجا، لاحظين 80 ميجا أداء كتير عالي لكن لو باور بالنهاية، بينما هون المين ستريم هدول الأساسيات. في عندي المودريت، المودريت باور كونسبشن، استهلاك طاقه معتدل، وعندي كمان البرفورمانس تبعه معتدل. في عندي هون هدول هاي سوبر هاي برفورمانس للتطبيقات خاصه. مثل ما شايفين هون هاي الميزات الموجوده، انا بريدكم تدخلوا على النت وتتفرجوا على معالجات اس تي ام 32 وتشوفوا الميزات الموجوده بالمعالجات. شو بيخطر على بالك؟ كله انتجريتد ضمن المعالج، انالوج ديجيتال كونفرتر، ديجيتال انالوج كونفرتر، وحدات محيطيه تحكم شاشات ال سي دي، وحدات تشفير، وحدات فك تشفير، كل بروتوكولات الاتصال التسلسلي موجوده، نافذه يو اس بي اون ذا جو، يو اس بي اون ذا جو يعني ممكن يشتغل نافذه كديفايس او كهوست، هوست يعني ممكن توصل عليه ماوس، مايكرو، يو اس بي فلاش، ديفايس ممكن توصل مع الكمبيوتر. ايش بخطر على بالكم موجود ضمن هاي المتحكمات؟ فممكن تطلعوا على الميزات والخصائص الموجوده فيها لانه وقت ضيق. طيب شو هي الانفايرمنت الاي دي اللي انا ممكن استخدمها ببرمجه هاي المتحكمات؟ في كثير اي ديز ممكن تساعدك على برمجه هاي المتحكمات تبعت اس تي ام 32. اشهر هاي الاي دي واقواها الاي دي واختصار انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، بيئه التطوير المتكامله، فاشهرها هي كايل. هي كايل هو من شركه المانيه. هاي البيئه مو بس بتبرمج معالجات اس تي ام، بتبرمج كل شيء ارم. ال 175 شركه اللي هن شركه طبعا بس السيمي كوندكتور بارتنرز اللي ارم سويت له لايسنس كلهم موجودين بارم، فهي البيئه جينيريك، فبتبرمج كل انواع المعالجات. فانت رح تستخدم شان معالجات 32، ففيها سيموليشن، فيها الاديتور كود، فيها الديباجينج، فيها درايفرات مشان التعامل مع الوحدات المحيطيه المتقدمه مثل الفايل سيستم على سبيل المثال، اذا بدك تشتغل فات 32 او فات 16، يو اس بي ديفايس او يو اس بي هوست، بدك تي سي بي اي بي بروتوكول مشان توصل للجهاز تبع السيستم تبعك مع الانترنت، جي اي لايبراري اذا بدك تحط تاتش سكرين الى ما هنالك، كله موجود بقلب هاي البيئه بالدرايفرات تبعيتها. طيب شركه اس تي بالاخر 2014 طلعت مثل كود ويزرد خيالي. هذا الكود ويزرد شو بيعمل؟ بيخليك تنتقي العائله تبعت المعالج او المعالج اللي بدك اياه، بيخليك تطف اربع مراحل انت ما تحتاج تروح تسوي لك كونفيجريشن لحالك، مثلا تروح تشوف الهاردوير تسوي انيشاليزيشن لهي الهاردوير الموجوده باي بي الكنترولر ابدا. فهو بيروح الكود ويزرد ايش بيعمل؟ بيفتح لك جي او اي، بتروح تبني الكونفيجريشن تبع المعالج تبعك، تكبس زر بيولد لك سي كود جاهز، بتروح على المين بروجرام بس تكتب الوظائف الاساسيه اللي انت بتحتاجها لنظامك، فما تحتاج لا تسوي كونفيجوريشن للمحيطيات ولا تحتاج تبني درايفرات، كلها بتنبنى بشكل اوتوماتيكي لحالها. هذا وفر يعني وقت كتير 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 كبير. رح نشوفه مثل ما شايفين هذا الكود ويزرد، تختار المعالج اللي انت بدك اياه وبتبلش بقى شو هي الوحدات المحيطيه اللي انت بدك تاخذها. تختار الوحده المحيطيه، يدخلك مثلا تايمر الكلوك، بيدخلك انت بتحط البارامترات بيورجيك ايش راح يطلع نتائج، مثل عمال بيورجيك القيم راح تطلع بالزمن الحقيقي، بعدين بيورجيك لما بتروح بتسوي هالكونفيجريشن شو هو استهلاك الطاقه تبع المعالج، بيحسب لك استهلاك الطاقه تبع المعالج، لانه استهلاك الطاقه في التطبيقات مثل السيستم الجديده امر كتير حدي كريتيكال، يعني كتير امر ضروري لانه كله بيشتغل على البطاريات. بعدين كبسه سر بيروح بيولد لك بيئه الكاين مثل ما شايفين، بيولد لك الكود جاهز، بتفتح الاكزامبل يوزر في بقلبه مين فايل، تكتب برنامج تبعك، انتهى الموضوع، بتسوي كومبايل بتنزله على الشريحه وانتهى الموضوع بهي بالنسبه لك، بدل ما تروح تضيع وقت كثير كبير. هلا هيك بيكون انتهينا من المقدمه عن المايكرو كنترولر، بقيان كم سلايد بدي احكي فيهم بشكل سريع على الفيوتشر انجينيرنج ترندز، وين عمال بتوجه حاليا البحث والتطوير، وشو هي الخطه من هون لعشر سنوات قادمه. ثلاث مصطلحات راح تسمعوها كثير حاليا، هي عباره عن الانترنت اوف ثينكس او الانترنت اوف ايفري ثينك، المصطلحين بيحتوي لنفس المضمون. سايبر فيزيكال سيستمز اللي هي بالنهايه هي عباره عن الامبيدد سيستم، هو عباره عن جزء منه، والاخير البيج داتا اللي هي عباره عن انيبلرز لهدول الانترنت اوف ثينكس والسايبر فيزيكال سيستم. شو هو الانترنت اوف ثينكس؟ شو هو المضمون المطلوب بالانترنت اوف ثينكس؟ بيقول لك انه
هو عبارة عن الفيزيكال اوبجكت إلى اي بي خاص فيها. الفيزيكال اوبجكت يعني اي امبيدد سيستم ديفايس موجود عندك في البيت او في المكتب او everywhere. هذا الجهاز راح يكون له اي بي خاص، راح يستخدمه الاي بي 6 بالضبط لانه العنوان كافي له، راح يقوم بارسال بيانات او استقبال بيانات من خلال شبكه الانترنت او من خلال شبكات ثانيه راح توصله لشبكه الانترنت. فممكن يكون انت عندك سمارت هوم، البراد، الغساله، الفرن، الميكروويف، المكيف، انظمه الحمايه تبعت البيت، كلها لها امبيدد سيستم، لها حساسات. هاي الحساسات عماله تنبعث على النت، ومن النت عمال يتصلك للموبايل انت وين ما كنت، فانت فيك عم تتحكم في هاي الاجهزه تطفي وتشغل، او فيك تراقب البيت كلياته عن بعد. فصار في عند الانترنت اوف ثينكس. طيب هذا الشيء ممكن يقول شخص اوكي هذا اوريدي متوفر، هذا الكلام حاليا موجود، هذا الكلام صحيح وانا بوافقك بهذا الشيء، لكن حاليا في عندنا 10 بليون اوف توتال 15.5 تريليون ثينكس ار كونكتد حاليا في عام 2013. ال 10 بليون بيعادلوا 0.6% فقط من الثينكس اللي هي موصوله على النت، مقارنه مع 99.4% من الثينكس اللي ما هي موصوله مع النت. ثينكس مثل ما قلت لكم عباره عن سمول سيستمز، سمول امبيدد سيستمز، اللي كابابيليتي انه تنوصل مع شبكه الانترنت بحيث انه تساوي او تنوصل مع اكسس بوينت. هاي الاكسس بوينت ممكن تنوصل مع شبكه النت بحيث انه تبعت داتا او تستوعب امر التحكم عن بعد. بيقولوا انه بحلول عام 2020 رح يكون في عندي 50 بليون ديفايس كونكتد تو ذا انترنت. فلهيك عم بيقولوا ببلشوا والله في الايرا اوف انترنت اوف ثينكس. وبيقول لك انه ب 2011 كان في عندي 44 بليون دولار معدل التضخم في هذا المجال، في 2017 رح يصير 290 بليون دولار. هذا الجروس، الانوال جروس فيها في الماركت تبعت الانترنت اوف ثينكس. وبالتالي كم مره تضخم خلال 3-4 سنوات؟ ضخم بشكل كتير كبير وهائل. فكل شيء حيصير كونكتد تو ذا انترنت، مثل ما شايفين الهوم، كل شيء موجود في الهوم. راح تشتري في المستقبل تطبيقات، تشتري براد، هذا البراد بتصل مباشره مع الانترنت اكسس بوينت او الراوتر الموجود عندك في البيت، بحيث انه انت ممكن تاخذ معلومات كامله عن هذا البراد او تتحكم فيه، تطفيه، تشغله، تغير درجه حرارته الى ما هنالك. نفس الشيء باقي التطبيقات اللي موجوده عندك اياها في البيت. بيقول زيار تقريبا 200 جهاز لكل شخص، رح يكون في عندي 200 جهاز لكل شخص موجود ممكن يتصل بالانترنت. طيب كيف ممكن هذا الشيء يصير بحلول عام 2020؟ رح يكون في عندي cheap sensors، سنسرات رخيصة، رح يكون في عندي bandwidths متاحة بحيث انه الكل يستخدموها، مثل عندنا الـ ISM band bandwidths هي free ممكن اي شخص مستخدمه، البلوتوث، الزيكبي اللو انرجي بلوتوث، الواي فاي، هدول كلهم بيشتغلوا بالاي اس ام باند، ما بدفعوا حق الباند هن عمال بيستخدموها، قصدي الار اف باند من سبيكتروم. في عندي تشيب بروسيسنج، رح يصير في عندي معالجات بتعطيني هالبرفورمانس اللي انا بدي اياه بسعر كتير 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 منخفض. رح استخدم السمارت فونز مشان اتحكم، مشان اراقب الى ما هنالك. رح يكون في عندي البيج داتا اللي هي موجوده في الكلاود، واللي انا رح يكون في عندي منهجيات برمجيه جديده من اجل معالجه هذه البيانات بسرعات كتير كبيره. لانه الانترنت اوف ثينكس هي ما هي فقط الحساسات الموجوده تبعيتك مرتبطه في الشبكه، رح تصل لمرحله الانترنت اوف ثينكس انه السيارات رح تحكي مع بعض. صار في عندي فييكل، فييكل تو فييكل كوميونيكيشن، السيارات تحكي مع الانفراستراكشر تبعت الترافيك. فصار في عندي شيء اسمه فييكل تو انفراستراكشر كوميونيكيشن، تخاطب بين الانفراستراكشر البنيه تبعت النظام المروري مع السيارات. رح يصير في عندي ثينكس تحكي مع بعضها، بحيث لانه في ارتباط بشكل او باخر بين هدول الثينكس، الحساسات، المراقبه، الاضاءه، اذا دخل حرامي على البيت مثلا اكتشف السيستم، ما في داعي انت لحتى تروح تشغل الزمور وتشغل الاضويه وتطفيها وتتصل بالشرطه، السنسر رح تحكي مع بعضها، تشغل الاضاءه وتتصل في الشرطه وتحاول تشغل انظمه حمايه وتفتح الكاميرات وتشغل الى ما هنالك من الامور، كله رح يشتغل بشكل ادابتيف واتونوميس، رح يشتغل كله بشكل اوتوماتيكي الي. المفهوم الثاني هو السايبر فيزيكال سيستمز. طبعا الشركات كلها حاليا عمال بتطور، عم تبحث عن حلول من اجل الانترنت اوف ثينكس، هو كونسبت حاليا، كونسبت مو اكثر. فهلا الكونفرنسز والجورنالز كل النشر في هذا المجال عمال بيصير. السايبر فيزيكال سيستم، السايبر فيزيكال سيستم قبل ما احكي عليه بالتفصيل،
خلينا نتصور انه نحن في عنا مدينة اشارات المرور فيها بتحكي مع السيارات، فبتقول لها للسيارة والسيارة بتحكي مع السيارة وبتقول لهم انه انا في سيارة جاي عند كورنر عند منعطف والسيارة التانية ما شايفتها، فالسيارات بيحكوا مع بعضهم فبيوقفوا بعض، فوحدة من السيارات بتوقف بتهدي سرعتها، فبيساوي تنظيم للسرعة بحيث التاني يمروا بدون ما يصطدم، بدون ما يعرف السائق. تصوروا هيك نظام، يعني هذا ممكن تقول لي انه هذا بالفيوتشر، لا بقول انه هذا حاليا صاير وعمال بيتم التطوير فيه، بس خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. In 2017, Volvo Cars will put 100 self-driving cars on the streets of Gothenburg in Sweden, with real customers in the driver's seat. The unique Drive Me project is a part of Volvo Cars' journey towards a crash-free future. Volvo has now designed a complete system solution. Multiple radars, cameras, a laser, and ultrasonic sensors monitor the complete 360 view of the surroundings. A network of computers processes the information, high-performance GPS, and a cloud-based 3D digital map continuously updated with real-time changes in the traffic environment. If anything fails, there is a backup solution, just like in an aeroplane. This includes vital components, such as computers, sensors, steering, and brakes. On the road, the car is able to handle even the most complicated scenarios. The technology is so reliable that the driver can focus on something else without having to pay attention to the traffic. Just like good drivers, potentially critical situations are approached with sensible caution. And in an emergency, the car reacts faster than most humans. When autonomous driving is no longer available, due to exceptional weather situations, technical malfunction, or reaching the end of the route, the driver is prompted to take over again. If the driver doesn't take over in time, the car will bring itself to a safe stop. With the Drive Me project, Volvo enters uncharted territory in the field of self-driving cars, taking the final step to driving safely in real traffic with ordinary people behind the wheel has never been done before. And for drivers, the everyday commute transforms from lost time to quality time, open for work or pleasure. The choice is entirely yours. تماما، فهي التكنولوجيا، هذا التوجه المستقبلي إلى هذا، هو عبارة عن Internet of Things، هو عبارة عن Cyber Physical System، هو عبارة عن Big Data. عندي مجموعة كبيرة جدا من السنسورات الموجودة في السيارة، هاي السنسورات كلياتها في كذا نظام تحكم موجود، الداتا كلها عمال تتواصل مع الكلاود، عمال بيصير عملية تنظيم بين عمل الحساسات وعمل المحيطيات والمحركات الموجودة في السيارة في الريل تايم بشكل كتير 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 كريتيكال. او هذا الشيء اللي بيخلينا نبلش بمفهومه هو السايبر فيزيكال سيستم. السايبر فيزيكال سيستم احد الامثله هذول اللي شفناهم، السيار سيلف او درايف مي بروجكت. طبعا هذا درايف مي بروجكت ربما ب 2017 بالنسبه لفولفو، في شركات ثانيه صار موجود حاليا في الماركت. ومن فتره سقت سياره انه اذا السائق مثلا ما انتبه او نام في انماط بتفعلها، فهي بتعيفك باللين المسار اللي انت ماشي فيه، واذا في سياره وقفت قدامك بشكل فجاه وانت الريسبونس تبعيتك بطيئه، فهي بتوقف لحالها او بتهدي السرعه او بتلاحق سياره بشكل اوتوماتيكي لحالها، او اذا في سياره جايه تضربك من اليمين او من اليسار او من ورا او من قدام، فهي راح تنبهك وتحاول تتجنب هذا الشيء لو ما انت يعني اذا ما كانت الريسبونس تبعيتك او الاستجابه تبعيتك كثير بطيء. فهذا الشيء حاليا حتى هلا السيارات اللي هي بتصف حالها بتساوي اوتو باركينج لحالها موجوده كثير وبلشت تنتشر في الاسواق. فالتوجه حاليا كله عمال بيصير سايبر فيزيكال سيستم. فالسايبر المقصود هو عباره عن سايبر
physical وبالنهاية في عندي أنا system. فالسايبر هو عبارة عن العمليات المعالجة والنمزجة والاتصال والتحكم إلى ما هنالك من العمليات الأساسية. والفيزيكال هو عبارة عن sensors الحساسات والأكتويترز التي تستجيب لهي العمليات المعالجة المذكورة فوق. فصار في عندي قسمين. فبالتالي السايبر فيزيكال سيستم هو عبارة عن integration على مستوى عالي جدا 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 للsensors مع وحدات المعالجة المركزية. مثال عليه طبعا smart electric grid، شبكات ممكن تشتغل تنوصل مع بعضها وتساوي تنظيم للطاقة بشكل adaptive. smart transportation، smart transportation مثل ما قلت لكم vehicle to vehicle infrastructure أو communication و vehicle to infrastructure communication، سيارات تتخاطب مع بعضها، إشارة المرور بتحكي مع السيارات بشكل بدون ما أنت تعرف، فبالتالي بيهدوا ببطوء السيارات بحيث ما يصير في عندي crash عن ال intersection عن التقاطعات. في عندي smart buildings، السمارت بيلدينجز مثل ما شفنا التجهيزات كلها الموجوده في البيلدينج كلها موصوله مع النت، كلها تتخاطب مع بعضها وتبعث لك معلومات وتبعث لك اوامر تحكم في الى ما هنالك من الامور. احد التطبيقات حاليا عمال بيشتغلوا فيها في السي بي اس هو جراحه القلب بدون ايقاف القلب. انتم بتعرفوا جراحه القلب لما يصير في عمليه قلب مفتوح يتم ايقاف القلب، يحطوا بوز بيوقفوا القلب لانه الجراح ما فيه يحط مشرط لانه العروق كثير دقيقه، فبده يوقف القلب لانه القلب عم بنبض، فالجراح بيصير في عنده confusion ما فيه يسوي العملية أبدا أبدا لأنه إذا حط المشرط نبض القلب فروح القلب كلياته، فبيقوموا على إيقاف القلب وحطوا قلب صناعي يحرك الدورة الدموية في الجسم لبين ما يقوموا بإجراء العملية هذا القلب. فحاليا السايبر فيزيكال سيستم شو عمال بيعمل؟ عمال بيروح الجراح بيكون عن بعد، فبالتالي بيروح السيستم بيساوي محاكاة لعمل القلب، مو محاكاة لعمل القلب، بيصور القلب للجراح على أنه قلب ثابت مع أنه هو عمال بتحرك. فالجراح عمال بمشط مشرط عن طريق زرار روبوت وبيقربه وهو شايف القلب ثابت لكن القلب في الحقيقة عمال بتحرك. السايبر فيزيكال سيستم عم يروح بيوازن عم بيساوي سينكرونايزيشن بين حركة المشرط وبين حركة القلب بحيث أنه الجراح يشوفه ثابت لكن هو فعليا عم بتحرك. فالجراح لما عم بقرب المشرط دي شق والقلب عم بتحرك، فبتلاقي انه المشرط مع القلب هن مرتبطين مع بعضهم بضمن سينكرونايزيشن عجيب بدرجه البيكو سكند، بسرعه البيكو سكند بحيث انه ما يصير في اي مشكله ويتم اجراء العمليه على قلب متحرك مشان ما يدخلوا في الريسك انه ممكن القلب اذا وقفوه ما يشتغل. فهذا واحد من التطبيقات، والتطبيقات عديده يعني اذا بدي اعدلكم عديده. مثل مثلا في الطيران، اوكي اذا الطيار قرر على سبيل المثال ينتحر مثل ما صار من فتره طياره لوفتهانزا الالمانيه 150 راكب دخل في الجو لانه صار في عنده مشكله نفسيه، فالطياره السايبر فيزيكال سيستم بالطياره لما بيشوف الطيار خرج عن التراك تبعه فبيرجعه للتراك وممكن ينزله انه هبوط اسمه احترازي في حال انه فقد انه شاف شيء مو طبيعي موجود بالسيستم، او اذا الطيار مثلا ما عاد يحسن يتحكم في الطياره فممكن الطياره تنزل بشكل اوتوماتيكي في اقرب مطار وتتواصل مع الستيشن تبع المطار. الا ما هذا كله سايبر فيزيكال سيستم، لكن الكور تبعه في النهايه هو عباره عن امبيدد سيستم. فمثل ما شايفين هون سايبر فيزيكال سيستم في عندي كنترول بروسيس، في عندي التطبيقات تبعته كوميونيكيشن الكونسيومر التطبيقات المستهلك مثل الادوات الطاقه الانفراستراكشر تبعت المرور الهيلث كير الصحه التصنيع المعامل الى ما هنالك من التطبيقات. وفي عندي السايبر سيكيورتي، انا لازم اضمن هذا الشيء لانه لما بيكون في عندي مجموعه كبيره او سيستم ضخم عم بتواصل مع سيستم ثاني سيستم ثالث سيستم رابع كله من خلال الكلاود، فهون انا في عندي سيكيورتي ايشو فلازم انتبه عليها، ممكن اي شخص يدخل ويسوي لي مشكله. الحلو اللي انا بدي اصل له انه حاليا طلع سوليوشن جديد طلعته شركه ارم اسمه embed.org. هو عباره عن موقع بمكنك تروح تبرمج الانترنت اوف ثينكس الحساسات او تبني embedded سيستم استخدام معالجات ارم 32 بت بشكل كتير 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 بسيط. خلينا نستعرض هذا الشيء. فالارم embed.org بدي اياكم تدخلوا عليه وتتفرجوا. في عندي مجموعه من الكتات مثل اوردينو لكن كتات مزوده من كل الشركات اللي لها لايسنس او معظم الشركات اللي لها لايسنس مع ارم، فانت بتختار هاي الكت اونلاين بتضيفها بتروح بتساوي جنريشن للكود اللي هو موجود فبتنزله على الكت فبيولد لك اوتوماتيكيا ملف باينري بتشيله بتحطه على الثم درايف على اليو اس بي وبتنزله على البورد تبعتك بتشغل انتهى الموضوع. فمثل ما شايفين هون القسم التحتين هو عبارة عن البورد الهاردوير بتختاره، القسم النصيني
راح يقوم الموقع ببنائه اللي هو middleware والhardware acceleration والinitialization تبع الhardware التهيئة. القسم الفوقاني مثل ما شايفين انه انت ممكن تسوي من خلال الكيوب MX تبع ST اللي شفناه اللي هو بيساوي لك مثل عبارة عن visual wizard عشان يولد لك الكود، او ممكن تسويه اونلاين ما في داعي تنزله. يعني انت اذا تستخدم هذا الكود ال STM32 كيوب فانت لازم يكون في عندك الاي دي منزل على جهازك، صح؟ طيب انت اذا كنت anywhere بدي انا ادخل على الانترنت يكون في عندي كومبايلر يسوي لي العمليات، ففيك تستخدم AVR الـ ARM embed. وخلينا نستعرض مثال، ما اعتقد انه بحسن بستعرض المثال لانه عم بسجل من الباوربوينت، لكن خلال الجلسه ان شاء الله من نستعرضها بعد فقره الاسئله. اخيرا اللاب فيو. لاب فيو هو عباره عن اداه عم تتطور بشكل كتير 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 كبير، بتمكنك انه انت تسوي السيموليشن، بعدين تسمي ديزاين، تسوي بروجرامينج، تطلع بالنهاية ببروتوتايب أو تطلع بفاينل برودكت. طبعا الحديث عن لاب فيو يطول ويطول ويطول، خصوصا التطبيقات الجديدة العمالة بتنزل فيه، فأنا بنصح في الجميع بتعلم اللاب فيو. ركزوا على اللاب فيو، ركزوا على البايثون وعلى لغة السي، لأن التطبيقات المستقبلية الجاية رح تتبرمج بالبايثون رح تتبرمج بالسي. وركزوا بشكل أساسي على معالجات STM32 أو معالجات ARM من أي شركة تانية بتكون تشتغلوا فيها. إذا بدك تضمن عمل في المستقبل كون قادر على بناء embedded system باستخدام معالجات 8 بيت أو معالجات 32 بيت، كون عندك خبرة جيدة في لغة السي ولغة البايثون. لغة البايثون كتير بسيطة لكن كتير هامة، والمهندسين اللي بيشتغلوا بالبايثون عم يقبضوا رواتب $110,000 سنويا كراتب. وحاول تتعلم اللاب فيو لأنه أداة كتير كتير هامة. بقي بالأخير نقطة كتير مهمة رح أمشي عليها بسرعة. حاليا كمهندسين في جاب كتير كبيرة بين المتطلبات العمال تتطلب الصناعة وبين الخريجين كمهندسين عمال بتخرجوا من السلك الأكاديمي. وبالتالي نحن لازم نشوف في عام 2030 شو هو التصور عن المهندس المطلوب. طبعا في أبحاث كتير كتير كبيرة عمال بيشتغلوا فيها صار لهم فترة، واشتغلت في مرحلة معينة بهي الأبحاث، أنه منشوف الانجينير توداي، منشوف الانجينير ب 2030 بناء على الترينس اللي نحن شفناها، كيف رح نصوره، رح يكون شو رح يعمل، كيف رح يصمم، كيف رح يشتغل. وبنسوي جاب اناليسيس، بنروح بنشوف هاي الجاب اناليسيس الاندستري شو بدهم، الريكويرمنت للامبلويمنت او التوظيف شو بدهم، المهندسين العمال بتخرجوا من عندنا من الشركات شو الكواليفيكيشن تبعهم، المناهج التعليميه شو ترتيبها، وبنشوف هدول الجابس بنحاول نصلحها. فبنشوف نبني بقى السكيلز الفريم ووركس وهالشغلات هاي مشان نحسن نعدل المناهج الدراسيه. للاسف ما في وقت ولكن شرحت لكم عليها، لكن اللي بيهمني حاليا انه اي مهندس لازم يكون عنده السكيلز والاتريبيوتس المهارات والصفات التاليه لحتى يكون مهندس فيوتشر انجينير، يحسن يشتغل في الفيوتشر. وانا بحكي على الفيوتشر القريب، فالكي بي اي هو النولج بيز ايكونومي. حاليا الاقتصاد لا يقوم على النفط وما نفط والثروات، الاقتصاد القائم على المعرفه. حاليا اذا كان في عندي انا موارد بشريه في عندها معرفه ففيها تبني اقتصاد اكبر ب 100,000 مره من الاقتصاد القائم على الموارد البشريه. الموارد البشريه رح تنتهي، لكن الاقتصاد القائم على معرفه الموارد الطبيعيه رح تنتهي في مرحله معينه، لكن الموارد البشريه المعرفيه لا يمكن ان تنتهي، بالعكس هي تتطور وتستمر وتنتج معرفه جديده. فبالتالي لازم يكون في عنده communication skills. ما رح كل وحدة إلى شرح بس ما في وقت لسه أشرحهم. لازم يحسن يتواصل مشان يحسن يبني. لازم يكون في عنده teamwork skills لأنه حاليا ما ضل individual، ما ضل فردية، كله عمال بندمج، العالم كله صار قرية واحدة. لازم يكون في عنده القدرة على حل المشكلات problem solving skills. لازم يكون في عنده مهارات الإدارة والبزنس. لازم يكون في عنده الشعور بالمسؤولية والإثكس. هذا الإثكس أمر كتير 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 هام، الأخلاق. يعني لازم إحنا لما نبني شيء لازم يكون في عنا شعور بالمسؤولية تجاه هذا الشيء. لازم يكون في عنده لايف لونج ليرنينج. الجامعة مي لحتى تحطك على الخط، الكورسات لحتى تعطيك رؤوس الأقلام، لكن أنت لازم تعرف كيف تبني المعرفة تبعيتك بشكل ذاتي. وظيفتي من خلال هذا العرض التقديمي لا ما اطعمك سمكه ولا اعلمك كيف تصيد السمكه، بس ادلك كيف تروح تتعلم كيف تصيد، وادلك كيف تروح تتعلم تلاقي افضل مكان لتصيد.
هيك بيفكر المهندسين حاليا في المستقبل. فصار في عندي لايف لونج ليرنينج، ما تستنى حدا يعلمك كيف تصيد. اوكي انه اوكي يعني انه انا اذا طعميتك سمكه يعني اي ويل فيد يو فور داي، اذا علمتك كيف تصيد اي ويل فيد يو فور لايف تايم، راح مدى العمر. لكن لا، ما هذا المبدا انتهى من زمان، لانه انا اذا علمتك كيف تصيد المنهجيات عمال بتتغير والاساليب عمال بتتطور، فانا انت واقف محلك. لكن انا راح اعلمك كيف تبحث عن الاساليب المناسبه، وكيف تبحث كيف تختار هاي الاساليب اللي هي المكان اللي بدك تصيد فيه. بعدين في عندي الكرياتيف ثينكينج، التفكير الابداعي، لازم يكون في عندك تفكير ابداعي. الليدرشيب سكيلز، لازم يكون في عندك الليدرشيب القياده، مهارات القياده. الانتر والمالتي ديسيبلينري سكيلز، هذول شغلات كثير مهمه. المالتي ديسيبلينري مثل ما شفنا السايبر فيزيكال سيستم او الانترنت اوف ثينكس، بيعتمد على كثير شغلات، بيعتمد على كنترول، بيعتمد على ماس، بيعتمد على موديلينج، بيعتمد على برمجه، بيعتمد على هاردوير، بيعتمد على سوفت، بيعتمد على كثير شغلات. هي ممكن تكون من كمبيوتر انجينيرنج، من الكتريكال انجينيرنج، من كوميونيكيشن انجينيرنج. فلازم يكون في عندك موجود سكيلز من عده تخصصات. الانتر ديسيبلينري سكيلز هو عباره عن تخصصات جزئيه في كل تخصصك، فلازم تعرف هي الجزئيات. الانوفيشن سكيلز، السيستم ثينكينج سكيلز، لازم تعرف تفكر بشكل مستوى سيستم، ما تفكر بمستوى جزئيات. مثل بقول لك ثينك اوت اوف ذا بوكس، ما تحصر حالك في تفكيرك الحدي، هو تفكر بشكل شمولي اكبر، سيستماتيك. اخيرا بروفيشناليزم، حاول تتعامل باحترافيه وتشتغل باحترافيه. الانفورميشن اند كومبيوتينج تكنولوجي هو عباره عن الاي تي سكيلز كلها تكون هي. الانتربرينورشيب سكيلز، لازم يكون في عندك روح المبادره لحتى تبني شيء جديد، لحتى تبني شركه، ما تعتمد انه توظف. الفورين لانجويج سكيلز، لازم يكون في عندك تعرف لغه او تنتين، ويعني بتوقع تكون محترف في اللغة الإنجليزية، طالما كل الوسائل والنشر والأبحاث حاليا تتم في اللغة الإنجليزية. لما بنصل لمرحلة بنكون فيها النشر والأبحاث ونرجع نستلم المجد اللي كانوا عليه الأجداد قبل في اللغة العربية، هذاك الوقت بنحكي، بس حاليا تحتاج أن تكون قوي في اللغة الإنجليزية. وهذا السبب أنا كنت مضطر، أنا بعتذر أنه حطيت سلايدات في اللغة الإنجليزية، لأنه ما فيني أبرك أترجم المصطلحات اللي هي أساسا إذا بدك تدخل تدور على النت ما رح تلاقي غير في اللغة الإنجليزية. التكنيكال سكيلز، كمان لازم يكون في عندك مهارات تقنية. المانجينج تشينج سكيلز، لازم يكون في عندك مهارات تقدر تساوي إدارة للتغيرات. الديسيجن ميكينج سكيلز، لازم تكون قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة. طبعا مثل ما شفنا الامبيدد سيستم افري وير، مستقبل كله باتجاه الامبيدد سيستم، انترنت اوف ثينكس، سايبر فيزيكال سيستم، بيج داتا، داتا اناليسيز، كل هالتوجه ما يصير بهالاتجاه. التصميم اي نظام مدمج او سايبر فيزيكال سيستم لازم يتم بشكل سيستماتيك منهجي ضمن بروسيس، وهي البروسيس نحن حكينا عليها بشكل يعني موجز، لكن هي بشكل اساسي. شكل البروسيس واهميتها واولويتها تختلف من نظام الى اخر. اخيرا المناهج الدراسيه لازم تساوي ادابشن او تبني للتطور العمال بيصير في الامبيدد والسايبر فيزيكال سيستم. غير هيك رح نضل كتير 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 متأخرين. فلهيك تغيير المناهج لحتى تساوي adaption لازم يبلش من مراحل كتير كتير متقدمة، من المراحل الابتدائية. فما تستنى لحتى يصير هذا التغير، لازم تبلش تبني حالك بشكل ذاتي. وهذا بيكون آخر سلايد. طبعا أنا بشكركم كتير كتير، وبعتذر أنه طولت، وكنت بتمنى أنه ما أبرك لحالي في الغرفة وأقدم هاي المحاضرة، لأنه أنا بحس حالي أنه احسن لما بكون في تفاعل مع الطلاب الموجودين امامي. هون حاليا متفاعل بس مع اللابتوبات والشاشه، وان شاء الله لقائنا بالمحاضره بكره، الوقت عندي متاخر بظن عنكم الفجر، وان شاء الله بنجاوب على اسئلتكم ومنفصل بشكل اكثر في الموضوعات والاسئله، وبورجيكم كيف تشتغلوا بالبيئه اللي هي اونلاين مشان تبرمج معالجات. بتمنى لكم التوفيق، وشكرا كثير كثير، والسلام عليكم.